أخونا حسين. هذه الحلقة من عبد، واليوم موضوعنا القرآن والمنطق، هل في القرآن يوجد منطق أم لا؟ رجعنا حبايبي، كبسونا على الشاشة وشاركونا الحلقة مع الآخرين لكي توصل أكبر عدد ممكن. وأيضا بعد ساعة من الآن راح نفتح الاتصالات، أي شخص يحب يشارك معنا، كنت معارض أو كنت موافق أو كنت مختلف أو كنت غير مختلف، ممكن تشارك معنا وتقول لنا رأيك وناقشك في ما نطرحه. ولكن اليوم الخبر المهم جدا هو في بداية الحلقة، خلنا نأخذ هذا الخبر اللي هو ترند، والسوشيال ميديا تتكلم عنك بالكامل والعالم كله يتكلم عنه، وهو محاولة اغتيال الرئيس ترامب في ولاية بنسلفانيا، في محاولة اغتيال الرئيس ترامب المرشح الجمهوري اللي كان يخطب في هذه الولاية، وتسلل شخص من فوق المباني وطلق عليه تقريبا 5 رصاصات. ولكن نشكر الرب يسوع المسيح، هو سليم ونقل إلى المستشفى وجروحه كانت طفيفة، ولكن هذه محاولة اغتيال، أرادوا يختالون الرئيس لأن لا يستطيعون يسكتون صوت الحق. دائما العالم وفي كل مكان العالم يحارب الحق. هو هذا الرئيس الوحيد اللي هو نشيط جدا، وهو الرئيس الوحيد اللي ينظر إلى البلد كبلده، وهو الرئيس الوحيد اللي يريد يبني بلد ومجتمع آمن، وتكون أمريكا تكون دولة قوية وتصد كل الإرهاب. هو الرئيس الوحيد اللي صنف جماعات إرهابية اللي هي أخذت الشرق والغرب تقريبا، جميع الانفجارات والتفجيرات اللي كانت بالقهاوي في أوروبا واللي كانت في أمريكا واللي كانت في كندا، كل هذه الانفجارات والعمليات الانتحارية اللي عملوها سنين طويلة كلهم في الشرق الأوسط، ولهم معاقل في حزب الله والسباه الإيراني والميليشيات العراقية، كل هذه ترامب صنفهم هم إرهابيين، وحاول كثير من المحاولات أنه ينفي هذا الإرهاب. ولكن العالم لأنه يعيش بالشر لا يقبل هذا الإرهاب. اليوم أيضا تفاجئنا بخبر آخر من إيران، تبنت اغتيال الرئيس ترامب، تبنت العملية. طبعا هو غير صحيح، لأن إيران لا تستطيع تعمل لك عمليات، بس لأن الفاعل قتل، يعني الفاعل مات بالحال، فطلع منهم واحد من السياسيين، طلع الخبر غير رسمي طبعا حد الآن، الحكومة الإيرانية لم تتبنى الخبر، ولكن طلع واحد من السياسيين وعلى صفحته على الإنستغرام وعامل فيديو يقول بما أن ترامب هو سبب في قتل أبو مهدي المهندس، اسمه تقريبا أبو مهدي المهندس وغاسم سليماني، فأكيد ما راح نسكت عن دماء شهدائنا، وهذه المرة إذا سلم من عندنا المرة الثانية ما راح يسلم. معنى كلمة سلم من عندنا يعني هم يتبنوا العملية، لم يقول إحنا أرسلنا شخص، ولكن هو لمح أنهم متبنين العملية الإرهابية الجبانة اللي حصلت للرئيس. ولكن هي الرب يسوع المسيح دائما أحبائي لازم نعرف كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في معية بالموضوع، الأمور كلها مع بعض إذا اجتمعت تعمل للخير. الاغتيال ليس خير، هذا شيء معروف، هي عملية قتل، ولكن الله حول هذه العملية إلى انتصار، والرئيس ترامب انتصر وكانت بصالحة. الآن كانت الآراء اليوم حسب الأخبار، الآراء كانت 62 إلى 61 بصالح ترامب، اليوم تقريبا وصلت 80%، 80% صارت إلى ترامب، يعني الانتخابات اللي جاية راح يربحها 100%، صارت لصالحة هذه المسألة، والشارع ضاج كله بالتظاهرات والناس وهذه الأمور كلها. ونشكر الرب يسوع المسيح أنه لم يقتل، لأنه لو يقتل راح يصير مجازر في نفس الصالة، في نفس المكان، في نفس الاجتماع، كانت تكون مجازر، كان كثير من الناس كانوا مسلحين، وبأمريكا أعتقد تعرفون أن السلاح مجاز، أي واحد ممكن يحمل سلاح، فراح تصير مجازر. ولكن نشكر الرب أنه طلع سليم وطمن شعبه أنه سليم. فالعالم دائما يحارب الخير ودائما يحارب المنتصرين اللي يريدون
يعملون سلام بالأرض. ترامب هو شديد جدا، نعم، ولكن شديد مع الإرهابيين. هو رادع جدا ولكن رادع مع الإرهابيين. الناس اللي تمشي بالقانون، تمشي بالأمور الصحيحة، هو ليس ضدهم بل هو يدعمهم. فهذا واضح من عنده. الأربع سنين الأولى كانوا بالقوة تحملوه حتى في داخل أمريكا، للأسف الشديد حتى في الداخل بالقوة تحملوه مدة أربع سنين، وعملوا أمور كثيرة لكي يزيحونه. بعد هذه لفقوا له أنواع القضايا، سمعتوا أعتقد أنواع القضايا، ستات تشتكي عليه، نساء تشتكي عليه، أنواع الناس تشتكي عليه كأنه طفل يعني، ما بعرف أي مغنية مشتكي عليه وفلان مشتكي عليه وكله. وبعدها أخيرا الجم الحزب الآخر اللي هو الحزب المحافظ الآخر اللي هو اشتكى عليه أيضا كمان، وأخذوا للمحكمة، وكل هذه القصص كلها طلع منها سليم. قال لك ماكو شارة غير القتل، وهذا هو عمل الشيطان، خلي بالكم هذا هو عمل الشيطان، ماكو شيء غير القتل. وجود هذا الشخص هنا احنا لا نستطيع نوقف أمامه، لازم ننهزم. فالطريقة هي القتل، وأيضا طريقة القتل فشلت، والرب يسوع المسيح عمل معجزة وتحولت لصالح ترامب وهو بخير وصحة وسلامة. خلونا نتكلم عن هذا الخبر، وإذا عندكم أي أخبار جديدة ممكن تشاركونا، ممكن أيضا نسمع آراءكم ونناقش الأمور معكم. خليني أرحب، خليني أقول هو صاحب البرنامج وليس ضيف، الأخ حسين، الرب يبارك حياتك وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. حبيبي يا أخ كريم، الرب يبارك حياتك، تحية لك وإلى كل الأخوة والأخوات، ونشكر الرب على سلامة المرشح الانتخابي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. ويعني الصراحة هذه أمور غريبة تحصل في هذه الأيام، محاربات الشيطان على جميع الناس اللي يحاولون أنه يعملون للخير أو يعملون بالطريقة الصحيحة في تمشية القرارات، ويعملون في طرق ناجحة لكي يعيش الناس بسلام وأمان. طبيعي يعني تحصل أمور مثلا اختلاف أو أفكار مختلفة، ولكن إلى أن توصل إلى مرحلة القتل فأمر عجيب جدا. طبعا مثل ما تفضل الأخ كريم أن إيران يحاولون يبثون ذيولهم ويقولون انه احنا وكذا والعمليه وهيك، بس بالحقيقه لا هم ولا شيء، يعني هم ما يقدرون يوصلون ولا يسوون، هم اضعف منه انه ينفذون هكذا عمليه. ولكن نشكر الرب على سلام، يعني فعلا ترامب تحارب محاربه اكثر من اي رئيس اخر اتى الولايات المتحده الامريكيه، مثل يعني مثلا في أثناء حكومته وأثناء كان يشغل منصبه لما كان هو responsible للبيت الأبيض، كان يعني عليه أصبحت دعاوى قضائية، محاولة لعزله ومحاولة للتهم، وبالأخير انتصر. ثم قبل فترة أيضا محاكمة، ثم بعد ذلك الآن عقبتها محاولة اغتيال. في محاربات شيطانية جدا، الأنظمة البشرية والأنظمة الأرضية المادية تحاول أن تكون دائما تعكس وتعمل عكس التيار الإلهي اللي يريد الرب، وعكس الخدمة الإلهية اللي يريدها الله. لكن نشكر الرب أن الأمر عدى على خير، وفعلا يعني هذه الأمور أحيانا الرب يستخدمها وتكون للخير. مثلا الآن أخ كريم، ليس فقط بعد هذه الحادثة الناس متعاطفة مع ترامب، بالمناظرة اللي حصلت بينه وبين بايدن نفس القضية، حتى السي ان ان اللي هم أصلا كانوا ديمقراطيين كانوا أكدوا على أنه أخذ النتيجة بشكل كاسح، أنه ترامب هو متفوق وأنه سوف يفوز في هذه الانتخابات القادمة. وطبعا جميع الناس اللي عندهم غيرة على الولايات المتحدة الأمريكية واللي عايشين في أمريكا ويحاولون تكون أمريكا في أفضل الصور، عليهم أن يخطوا الخطوة هذه في انتخاب ترامب، لأن هو الصراحة اللي يحارب الإرهاب، يوقف ضد المخططات الإرهابية دائما. وأتمنى ينجح هذا الأمر،
والرب يبارك حياتكم ويحمي جميع الناس باسم يسوع. شكرا جزيلا أخ حسين، وشكرا لكل الحبايب اللي موجودين معنا. كبسونا على الشاشة حبايب، أنا منتظر حسين يشجعكم على التكبيس، هو سكت ما بعرف ليش كأنه أول ما ثلاث ساعات بالحلقة اليوم. كبسوا رجاء، وصلونا 50,000 أقل شيء، يعني هيك أول دفعة يعني، فرجاء إيد وحدة كلنا، عددنا حلو، خلينا نكبس كلنا مع بعض، خلونا نوصل الحلقة للآخرين، ونحب أيضا نسمع مشاركاتكم في هذا الموضوع. تفضل حسين. الرب يباركك أختين. تفضل أخوان وأخواتي، أتمنى منكم التكبيسات والدعم لللايف حتى يوصل لأكبر عدد من الناس، والرب يبارك حياتكم. يا ريت نكبس ونوصل الحلقة إلى تكبيسات كثير، ونوصل إلى 100,000 تكبيسة، وشاركونا في هذا الموضوع. اللي عنده مداخلة على نفس الموضوع أهلا وسهلا بكم. تفضل قبل أن نبدأ في موضوعنا الآخر اللي إحنا حاطين موضوع الإسلامي، أتمنى منكم مشاركة. أنا ما أسبب هذه الأحداث اللي تحصل في أمريكا، محاولة اغتيال لشخص شغل منصب رئيس، وضمن يعني ما هذه خروقات أمنية. يعني تعرف ترامب هسه قريت أخ كريم يقول الأطباء أخبروني أن نجاته من هذه الضربة كان معجزة. يعني أمر الصراحة خطير جدا يحصل، لكن نشكر ربنا على سلامته. أتمنى يا رب يكمل معاه الطريق للأخير، لأجل أنه ترامب يقدر أن يوقف الإرهابيين عند حدهم. يعني في زمن ترامب ما شفنا واحد من هؤلاء الإرهابيين تقدر يتنفس. مثلا القدس عاصمة لإسرائيل، ما شفنا إرهابي فلسطيني قام وفجر وقتل وذبح كجردان داخل تحت الأرض، ولم نرى إيران قدرت أن تتنفس، رغم أنه بإدارة ترامب تم يعني قتل من كبار رؤوسهم مثل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ولا أحد فيهم قدر يتجرأ، لأن كانت فعلا حكومة ترامب قوية وشديدة في ردع الباطل وردع الإرهاب. واتمنى هذا الشيء يتكرر مرة أخرى، أنه تأتي حكومة قوية للولايات المتحدة الأمريكية، يملكون محبة إلى وطنهم، غيرة على وطنهم، يهتمون لحقوق الإنسان، يقاومون ويكافحون الإرهاب، لأن الإرهابي لا يعرف لا صغير ولا كبير. مثلا على سبيل المثال عندنا في النصوص الإسلامية نقرأ يقول لك محمد قال ما إذا كانت الكفار متحصنين في أبنائهم في مدينة فجاز رميهم بالنيران وحرقهم مع أطفالهم ونساءهم. فالإرهاب لا يعرف صغير ولا كبير، فلا بد من مجابهته ومحاربته، وخير وسيلة لمحاربة الإرهاب هو ترامب. فاللي يقدر أنه في الولايات المتحدة اللي قادر على الانتخابات يعني وعنده إمكانية بالانتخابات، أتمنى لا يتكاسل عن هذا الموضوع ويختار الشيء الصحيح، يختار الشيء الصحيح اللي لأجل أنه لعله وعسى يعني يكون رادع أمام يعني حثالات الإرهاب. تفضل أخ كريم. شكرا جزيلا حسين. كانت تغطية من هي أنا ما بعرف هي جريدة أو إعلام، داك ميلز هيك الاسم، هو داك ميلز مسمينها. هذه كانت تغطية من عندهم بالانتخابات، هم كانوا يصورون كل خطاب ترامب في تلك اللحظة، وصوروا الصورة مهمة جدا، وهذه الصورة تبين الرصاصة من أين تعدت الرصاصة؟ صورة الرصاصة باينة أنها تعدت من فوق إذنه يعني. فهي بالفعل الأطباء قالوا معجزة، هي بالفعل معجزة بكل المقاييس، لأن الطلقة هي بالرأس. الطلقة هي بالرأس، بس هاي يعني هو لأنه يتحرك ودار رأسه محرك رأسه يعني شوية، فهي ما جت برأسه يعني. وهذا اللي طلق النار هو مستعد هيك أشياء يعني. متدرب على هذا الموضوع، لأن هذا مش موضوع سهل يعني، بين كل الناس يعني تشوف حد مختار وتجيبه من بعد تقريبا 350 متر مش سهل يعني. هكذا هذه داغ ميلز هي اللي نشرت هذه الصورة،
وتكلمت عنها. وإيران طبعا بالفعل لما تبنى الخبر ذيول إيران، لأنهم هم وعدوا شعبهم، وعدوا شعبهم احنا مش جبناء واحنا راح ناخذ ثارنا من ترامب وهكذا. يعني اولا بزمن قاسم سليماني، اول ما مات قاسم سليماني تم قتله، الارهابي اللي معروف هو عالميا، تم قتله بالعراق وجابوا جثته. القاضي اللي موجود بايران صدر الحكم حكم الاعدام على ترامب، اعدام غيابي، تمت محاكمه ترامب غيابيا وتم الحكم الاعدام عليه. هذه يرضون الشعب، الناس تضحك عليهم، انتم مجانين، ترامب وين وانتم وين، اعدام شلون؟ فهي بيضحكون على الناس علشان يقول لك احنا لا ما اي شيء. فهو اي شيء يحصل، حتى المحاكمه الاولى قالوا احنا ما راح نترك ترامب، يعني ما راح نترك ترامب وراح نكون ورا ونوصله الى اي مكان عالي يعني. فالان الاغتيال ايضا راح تبنوا هم نفس الموضوع، طبعا بالتاكيد كذب، هم لم يوصلون لهذا، لم يستطيعون يوصلون لهذا المكان، والقاتل هو اجنبي وليس ايراني. ولكن لحد الان المواضيع او ملابسات القضيه حد الان غير واضح. طبعا هذا مهم جدا، صلاتكم من اجل هذا المرشح الجمهوري، يجب ان كلنا نصلي مع بعض، نطلب الرب يسوع المسيح لكي الرب يكمل هذه المسيره الانتخابيه وتخلص، ولا يختارونه اختيال اخر او يعملون له اي شغله اخرى، لان ايد الشر دائما شغاله، ايد الشر موجوده وتشتغل، ودائما اي شيء يكون بالعالم مخالف للشر، الشر راح يحاربه، ولكن لا يستطيع يقدر على الخير. لماذا؟ لأن الخير لازم يصل، وهذا ما وعد به الله في الكتاب المقدس. وعود الله صادقة وأمينة، يجب أن نصلي أحبائي ونكون مع بعض في هذا الوقت. والجماعة اللي بأمريكا ويستطيعون ينتخبون، يعني نعم مشمولين بالانتخابات، اللي عندهم حق أنهم للانتخابات يصوتون يعني، فيا ريت ايضا يصوتون للرئيس ترامب، لانه يستاهل، وبالفعل هو يستاهل، هو الوحيد اللي يتكلم عن المسيحيين ومعاناه المسيحيين، حتى لو بالكلام يعني، حتى لو في بعض الناس تتوقع اشياء ولم تحصل، هو شخص واحد ولم ياخذ فرصته بالفتره الاولى. هي اربع سنين، الاربع سنين هو قضاها حروب على فكره، اربع سنين هو دائما حروب واتهامات وانواع واشكال عليه، فهو لم ياخذ وقته الكافي مثل الرؤساء القدماء اللي خذوا 8 وبعدهم البعض منهم 8 وبعضهم 4 مرة ثانية ردود، أو 8 و8 كمان خذوا من بعضهم. فهو لم يأخذ فرصته الكاملة، وعندما استلم البلد من الرئيس السابق كان أمور كثيرة جدا للتصليح، كانت محتاجة للتصليح وللقرارات وتغيير القرارات، فانتهت الأربع سنين. والآن الأربع سنين الثانية الآن بدأوا يحاربون بها، ومن بداية الحروب يعني، حتى لو راح يستلم الحكم بداية الحروب عليه بدأت يعني. نعم، من بداية الحروب، من بداية الانتخابات. حتى الآن هو لم يكن رئيس رسميا لأمريكا، ولكن هو المتصدي الأول الآن، ولكن هو غوي، نشكر الرب يسوع المسيح، هو غوي وكلمته قوية أيضا، وأتباع كثيرين جدا، بس احنا محتاجين أيضا صلاة من أجل هذا الموضوع. ويد الإرهاب موجودة، لا نستغرب يعني، هي وصلت للكنائس، ما توصل ترامب، وصلت لبعض الكنائس قبل فترة، دخلوا على كاهن في الكنيسة وطعنوا بالسكين. قبل فترة أخرى في مصر في كاهن ذبحوه في أيام رمضان، مش هذا رمضان، رمضان اللي قبله ذبحوه بالشارع. فحد الكنائس وصلت أيديهم لها. فهذه أمور احنا لا نستغرب منها، بس كلنا لازم نصلي من أجل هذه المواضيع. نحن كمسيحيين يجب علينا، خدمتنا هي الصلاة، نصلي من أجل هذه المواضيع لكي الرب يتمم هذا العمل، ويكون هذا العمل من صالح المسيحيين وصالح الشرق الأوسط أيضا. على فكرة الشرق الأوسط محترق بالإرهاب، حتى المسلمين مش راضين على الإرهاب اللي موجود، مش كلهم طبعا، بس في أعداد مش راضية ومجبورة تعيش بالشرق الأوسط، والرؤساء اللي يأتون هم مطاطين رؤوسهم والمصالح والغصص والروايات والحكايات اللي تعرفونها بالأخبار السياسية أكثر مني. ولكن الآن حاليا ترامب هو الوحيد المكافح والمحارب لهذا. هم لماذا يحاربونه؟ شو السبب؟ هم يحاربونه لماذا؟ شو السبب يعني؟ يحاربونه لأنه ضد الإرهاب، هذه الفكرة كلها، هو ضد الإرهاب وضد القتل وضد الدمار وضد اللي موجود بالبلاد بالكامل.
هو لو كان موجود ما كانت حرب أوكرانيا وروسيا أعتقد لم تكن تحصل، كان تدخل بكل قواه بكل طريقة كان تدخل، بس بايدن كان ساكت والآن الآلاف تموت وأبرياء يموتون على فكرة، أبرياء في روسيا وفي أوكرانيا علشان قرار واحد مجنون أخذ قرار أن هاي الأرض كانت لنا ما كانت لنا، أرض خالية اسمها كييف ما بعرف شو يسمونها، وتحاربوا عليه. بايدن لم يحرك ساكت، إذا كان ترامب موجود كان تدخل بطريقة ثانية وثالثة. الصين الآن يحاول يحتل العالم وبايدن ساكت. المنتجات الصينية أكثر متاحة ومتوفرة في أمريكا، رخيصة، وهي طبعا كيفيتها يعني تحت الصفر، ما في أي يعني كيفية لهذه المنتجات يعني، بس ما معلش رخيصة رخيصة وموجودة ومتوفرة، وترامب بايدن ما بيحرك ساكن. فالصين بتحاول بكل الطرق تتحد، لأن هي يعني دولة صناعية ودولة تجارية، بكل الطرق تتحد وتحاول ومستمرة، وجماعتنا من الناس ساكتين ولا لهم أي شيء، والشرق الأوسط منا ماخذهم بالإرهاب، وهذا هو الرئيس الوحيد اللي طلع بالوسط اللي يجي يحارب كل هذه الناس ويجي يستمر في إعلاء كلمة الحق. بس للأسف الشديد اللي تشوفون اللي حصل واللي راح يحصل أيضا بالمستقبل، فلازم تكونوا حذرين جدا جدا جدا. الأخبار المزيفة اللي نشرت على ترامب يعني ما يستطيع حد يسمعها أصلا، أخبار مشينة جدا جدا جدا، كلها كذب، المحكمة أثبتت أنها كذب. في مغنية ما بعرف شو اعترفت، وواحد تاني ما بعرف شو قال، وواحد تاني أنواع وأشكال يعني. كل الاتهامات كل هذا أسقاط، لو كانت حقيقة كان ثبتت، هي لم تكن حقيقة، لم تثبت بالمحكمة، فشلت. بس شو الهدف منها؟ يبعثون امرأة ممثلة جنسيا ما بعرف شو بيسمونها تتهم ترامب أنه كان في بيتها. راجل عنده عائلة وعنده بيت ورئيس دولة، هو داخل بيتك أنت ورئيس دولة، هو كيف يدخل بيتك أصلا؟ يعني هو اللي ما يقدر مش أنت، هو ما بيستطيع أصلا، هو رئيس دولة، من يشوف الشارع الناس كلها تعرفه، مش الناس، الدنيا كلها تعرفه، كل الدنيا نعم، شلون يدخل بيتك أنت وينام عندك يوم ويومين وأي كلام بأي كلام؟ كله إسقاط، كله إسقاط، الموضوع بس إسقاط يعني. ويجيبون وين ما مشهورة وين ما معروفة بالناس بين الناس اللي من هاي الراغصات وغيرها يعني، والفلوس والرشاة وشقالة، وفي ناس تشتغل. ماذا يريدون؟ يريدون يسقطونه بعين الناس، لأنه هو البارز وهو المحارب للإرهاب، هم يردون يستخدمون هذا الإرهاب أو يواسون هذا الإرهاب علشان مصالح الدول الأخرى من الدول السعودية وغيرها. حتى يعني ترامب أيضا عرضوا عليه مبالغ كبيرة جدا في قصة الإرهاب، وتكلم عنها، قال في ملفات أخرى راح أتكلم عنها في المستقبل، ويقصد هذا فلوس سعودية وقطر وغيرها وغيرها وغيرها. لا تجرم الإرهابيين، هو اللي قال إخوان المسلمين إرهابيين، لم يقولها رئيس يعني. الرؤساء اللي قبلك أنا ساكتين بالإعلام أمام الناس بنحارب وفلان وفلان، بس لم يحركون ساكن. ترامب الوحيد اللي التغى بالأمراء الأيزيدية، مين من الرؤساء التغى بها؟ الأمراء الأيزيدية اغتصبوها داعش وسمحها نادية ما بعرف شو اسمها، ووحدة تانية وثالثة وغيرهم وهكذا. فهذا الموضوع مهم جدا، هذا الرئيس هو رئيس منتخب ومنتخب للشعب، ولكن الإرهاب يحارب هذا الرئيس لكي يبعدونه، لكي في مؤامرات من الساحة. اي تفضل حسين. في مؤامرات تصير جدا على ترامب وعلى الناس دائما المحافظين، واللي يحبون انه البلد يصير باتجاه صحيح، كما على الاقل يعني اقرب شوي لما يريد الله. احنا ما نقول ان البشر ما يخطئون وكذا، لا، كل واحد يطلع منه زلات وشيء، ولكن كفكر ترامب ومجموعته هم اقرب لما يريد الله في تطبيق الامور على الارض، يحاولون جاهدين أن يصنعوا سلام ويدحر الإرهاب في كل مكان. لذلك الشيطان دائما يتضايق من شخص يعمل الصح، فيحرك أجنداته ويحرك كل شيء ضده في سبيل أنه ينهي العمل الصحيح. وأنا أقول مثل ما قال أخوي كريم، أضم صوتي إلى صوته،
أي واحد يعني مهيئ للانتخابات عليه، واجب عليه أن يقوم وينتخب ترامب أفضل إذا كان يريد أن تكون أمريكا إلى الأفضل، أو يريد أن يكون العالم إلى الأفضل، ويريد أن يقضي على الإرهاب والشر ويحترم حريات الناس ويحترم حقوق الإنسان، عليه أن ينتخب ترامب. هذه الرسالة اللي أقولها. شكرا جزيلا أستاذ حسين. يلا حبايب كبسونا رجاءا على الشاشة علشان نبدأ في موضوعنا، لموضوع الحلقة هو القرآن والمنطق. وإذا عندكم أسئلة أيضا بالموضوع اللي فات على ترامب، إحنا ممكن نتكلم بعد شوي كمان إذا كان في وقت يعني، وكانت مداخلات منكم ما توجد أي مشكلة، وأيضا راح نأخذ مداخلاتكم واتصالاتكم أيضا على القرآن والمنطق في القرآن. كبسونا على الشاشة حبايب وشاركونا الحلقة مع الآخرين رجاء، خلي الحلقة تستمر بالتكبيس ولو يعني 5 دقائق مع بعض أخواني كلكم جميعا، 5 دقائق مع بعض، إيدك على الشاشة لا ترفعها، يعني 5 دقائق تكبيس مستمر. هذه 5 دقائق بتفيدنا جدا جدا جدا، راح البث يصعد، إذا صعد البث راح يطلع ترند وراح الأخوة الآخرين إذا يدخلون معنا ويسمعون هذا الموضوع ممكن نعيد لهم موضوع ترامب مرة ثانية. إذا صعد المرة الثانية ممكن أيضا نحاورهم في عنوان الحلقة. طيب أخ حسين، لماذا اخترت هذا الموضوع القرآن والمنطق؟ نعم أخ كريم، أريد نعرف ما هو أفكار القرآن من ناحية المنطق. فالمنطق إحنا ذا نعرفه هو من ناحية علمية كريم، هو دراسة مناهج الفكر وطرق الاستدلال السليم. وأرسطو هو من بدأ بتعريف المنطق وحط إلى قوانين وأنظمة، وفعلا لا زالت إلى الآن دراسة المنطق تعتمد على الحجج والأدلة المنطقية، ويشار إلى أهميته لأنه يساعد الناس على التمييز بين الأفكار المنطقية القوية منها والضعيفة حتى يتم الوصول إلى المنطق. فالمنطق هو صورة الأشياء بالصورة الصحيحة، هذا هو المنطق، وإلى علم ويدرس، صح ولا لا أخ كريم؟ أعرف إحنا مطلعين عليه من هاي الأمور. فالأمور المنطق مثلا لما أقول أكو معجزة، المعجزة ليست خارج المنطق. لماذا كريم؟ لأن المنطق يقول الله على كل شيء قادر، صح ولا لا؟ فهذا منطقي، بما أن الله قادر على كل شيء، هو خالق الكون، يقدر يسوي أي معجزة. لكن من الله يقول كلام وهذا الكلام يطلع غلط، من هذا الكلام يطلع غلط، هنا ما الذي يحصل؟ هنا يحصل، إذن هذا دليل أن هذا القرآن ليس من الله. أول نقطة كريم نريد نطرح، الأحكام القرآنية إذا كانت تشوبها الشائبة هذه تخالف المنطق، ليست إذن من الله. طيب معنا اتصال بنت مصر، أهلا وسهلا، تفضل. ما ينفع الاختفاء يا بنت الحلال، احنا ماسكين الأمور بسناننا. تفضل أستاذ حسين. أحسنت أخ كريم، طيرتها خلاص. طيب. شكرا. مثلا قطع يد السارق، حديث أخ كريم مثلا بالكافي للكليني، حديث صحيح، يقول أتى رجل لعلي بن أبي طالب، أتوا شهود 2 شهدوا على رجل أنه سرق، فقطع يده علي، ثم بعد ذلك أتوا في اليوم التالي وقالوا قد أمسكنا السارق الحقيقي، ليس ذاك بل هذا. علي قالهم الحمد لله لقد أخطأنا. إذن هنا الحكم الإلهي شابته شائبة، أصبح في خطأ ولغط، الحمد لله لقد أخطأ. ولكن لو رامي بالسجن مثلا، أقول يدفع 4 أضعاف مثلا، أو أرمي بالسجن 3 شهور 6 شهور سارق، على الأقل إذا كشفنا الحقيقة تقدر تعتذر منه وطلعه، ما راح يصير شيء، صح لو لا؟ صحيح لو لا؟ إذا واحد مثلا أخ كريم اتهم بالسرقة ظلما ورمى بالسجن 3 شهور وجيت طلعته بعد ذلك، انت ما عيبت جسمه، صح ولا لا؟ ما عيبت جسمه وتعتذر له. احسنت، تعتذر له وتطلع، انتهى الموضوع.
تعتذر لكن لما تقص الموضوع وممكن تعوضه في بعض الناس اللي حقانين يعوضونه كمان. نعم أحسنت. ولا لكن لما تقطع إيده ما تقطع إيده بعد ما يتعوض. إذا هنا أنت لما لما هذا الحكم شابته شائبة ما دام الحكم يحتمل الشوائب المنطق يقوله كريم إذا كان الحكم يحتمل الشوائب فلا بد من تخفيفه صح لو مو صح؟ صحيح. إذا هذا الحكم يحتمل الشائبة ممكن يكون افتراء صح؟ أي ممكن يكون افتراء ممكن يكون بالخطأ. لا بد إذا يكون هناك تخفيف هذا المنطق يقول. لا بد أن يكون تخفيف أكيد. لماذا لم يخفف إلى الإسلام وقطعت أيدي عالم بالخطأ؟ بالخطأ هو علي كمان قطع خطأ يعني. قطعوا إيده إيه؟ بعدين تأكد أنه مو سارق. مو سارق. الدول الآن الدول اللي تحكم بالإعدام إيه؟ أنا ماني ماني مع الإعدام يعني أنا ضد هاي الفكرة بس بالأخير يعني في دول يعني ومنها إيران. عندما يحكمون شخص بالإعدام ما بيعدمونه فورا يحكمونه إعدام وبعدين يعطونه 15 سنة 18 سنة تعرف بعد 15 18 سنة شو اللي يحصل؟ تحقيقات وتأكيدات. في منهم طلعوا أبرياء في منهم واحد أنا طلع بريء بعد 4 سنين محبوس بعدين تأكدوا أنه مش هو القاتل الحقيقي هو كان حد باعته وذاك القاتل وذاك الأساسي وذاك اللي يجب أن يمسكونه وهذا ياخذ حكم بس بعدين من الاعدام خففوا له 15 سنه وبداوا يبحثون عن القاتل الاساسي لو كانوا عادمين ببغته مثل علي ما قطع ايده كان خلاص 20 سنه ما تروح فحتى الدول اللي هي الان منطقيا تمشي بالمنطق يعني تمشي عارفين ان القران ليس به منطق لان منطق القران اعوج جدا 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 طيب احنا معنا اتصال حسين معنا صحيح القران بدك ناخذ مكالمه الان ولا تكمل طبعا طبعا خذك كريم طبعا حقك هذا اوكي محمد عزيز كريم اهلا استاذ اسعد منور اهلا اهلا حسين واهلا بالاخ كريم طبعا عندي تعقيب بسيط على هذه الايه السارق والسارقه فقطعوا ايديهم جزاء نكالا بالمناسبه انه في مجموعه يسموهم القرانيين يقولون قطع اليد لا تعني القطع ويستدلون بآيات أخرى رغم أنه الآية تفهم من سياقها السارق والسارقة فقطعوا أيديهم جزاء النكال الجزاء أي العقوبة لدينا إحنا في القانون هنالك نصوص تؤكد بأن كل التفاسير التي ذهب إليها في القرآن هي تفاسير صحيحة مثل ضرب الزوج لزوجته عندنا نص في قانون العقوبات العراقي يبرر ضرب الزوج لزوجته ولأطفاله في حالات معينة بناء على ذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء النكال في كثير من الدول الإسلامية تنفذ عقوبة قطع اليد للسارق إذن هنالك خطأ وقع فيه هؤلاء هذه الدول فما ذنب هؤلاء الأشخاص الذين تم قطع أيديهم في المستقبل إذا كان يريد يبحث عن عمل أو يريد يمارس حياته الطبيعية إذا أنت قطعت إيده طيب كيف راح يمارس هذا العمل إذن هنا إحنا نقع أمام كارثة إذا القرآنيين يقولون قطع اليد لا تعني قطع اليد بمعناها الحرفي إذن هنالك مشكلة في القرآن ومشكلة في التفسير إذا لم تصلنا الفكرة الصحيحة ومؤلف القرآن أو المنسوب إلى القرآن المنسوب للسماء وقع في خطأ كارثي كبير ما ذنب هؤلاء الأشخاص الذين قطعت أيديهم في السعودية وفي غيرها من الدول استنادا إلى هذه الآية؟ إيران أيضا تقطع أيدي السعودية. إيران بيقطع اليد نعم. أنا لا أقول كلام حقيقة ما متأكد من هذا الشيء بس بالسعودية هذا الشيء كان موجود. أنا إيراني أنا شايف ناس مقطوعة يقطعون الأربع أصابع بس إيران. مو هذول على المذهب. هنا أخي الكريم. علشان علي قال لازم يسلم ما بعرف إيش. هنا أخي الكريم. الخلاف بين المسلمين ما وقع أنه بالآية خلاف أنه هل تقطع اليد أم لا تقطع اليد الخلاف وقع بين المسلمين وأنا أتذكرها من فترة بعيدة كان في نقاش يعني كنت طالب متوسطة يقول لك قطع اليد قطع 4 أصابع فقط وليس كل اليد كما عند السنة أنا أرجو المعذرة لأنه عندي اتصال آخر أنا جدا آسف حبيب أخوي صحيح شكرا جزيلا إذا خلصت اتصالك عاود معنا أيضا مداخلتك مهمة جدا نقطة لو خلصت نقطة هاي النقطة عشان ننتقل لنقطة ثانية عندي نقطة أيضا أخرى تفضل بس كمل بس أريد أقول كلمة أخي لأن إحنا جاي نقارن القرآن مع المنطق
ايوه بالنقطة. نعم، القرآن الكريم هنا علة في السنة والشيعة يقولون علة قطع يد السارق لأنه كان في الجاهلية الأمر معمول به، ولأن محمدا كان لا يمتلك بيوتا ولا يمتلك سجونا، بل كان يمتلك خياما ومضارب، فلأنه لا يمتلك سجون بل يمتلك مضارب وخيام، فلهذا قد أتت العلة في قطع يد السارق. وهذا منطقيا يدل على أنها حاجة من قبل بشر، وهذا تشريع بشري، لأنهم يزعمون أن محمدا قد أرسل إلى العالم جمعة. إذا كانت بيئة محمد لا تمتلك سجون، فبقية البيئات وبقية المناطق عندهم سجون يستطيعون أن يعاقبوا السارق بغير عقوبة، أليس كذلك يا أخ كريم؟ أكيد. فمنطقيا هذا التشريع بشري كتبه محمد وأصحابه لأنهم لا يمتلكون سجون، وإلا لو كان الله، الله يأتي بحكم يوافق جميع الأغلبية ولا يوافق الأقلية، صح؟ الأغلبية لديهم سجون وعندهم طرق أكيدة لمعاقبة السارق والسارقة، ولكن محمد لأنه لا يمتلك طريق آخر للعقوبة غير القطع لجأ إلى هذا. طبعا هو يمتلك أكيد، ولكنه لأنه عبارة عن بدوي جلف نشأ في الصحراء والعنصري والعنف يسيطر عليه، لابد أن يأتي بحكم جلف كحكم كعينه هو نفسه. فمنطقيا هذا القرآن يخالف العقل والمنطق، لأنه لو كان من الله، الله يأتي بحكم يكون مناسب لجميع البشر وفي كل الأزمنة، ولا يأتي بحكم يناسب أهواء شخص مجنون ساحر كذاب. تفضل. طيب، ما دام اقترحت هاي النقطة خلينا نسألك بهاي النقطة، ما هو المنطق الآن دولة إسلامية عفية من القرآن، أنت الآن مثلا موجود بالدولة وسألوك في شخص سرق، ماذا نعمل به؟ منطقيا أخ كريم، أولا أنا كدولة يجب أن أوفر أعمال وشغل للناس، فلما واحد يسرق يكون متوفر أنه أجبره يشتغل ويوفي ديون السرقة التي سرقها ويودي، وأيضا يؤدي أضعافها 3 أضعاف أو 4، يعني يشتغل ويوفي 4 أضعاف ما سرقه. نعم. ها، وأيضا الحكومة تعوض المتضرر وتطالب الجاني بأن يدفع للحكومة مثل ما يقولون التيكت أو الضريبة اللي أخذها في السرقة، تكون عقوبة مالية عليه. حلو، حل منطق. نعم. هم تكسر هذا المنطق العقوبة وما راح تعيبه. يس، ما راح تعيبه، تكسر لا يجوز إهانة. نعم، لا يجوز إهانة كرامة. المشكلة إذا عيبته عنده زوجة وعنده أولاد، انت 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 موتت عائله كامله. نعم. هذا اولا مثلا حسب السنه انقطعت ايده ولا ما يقدر يسوق، اذا كان يعني اذا يجي يشتغل باي شغله بها سياغه ما يقدر يسوق، اذا باي شغله محتاجه 2 ايدين ما بيقدر يشتغلها، بايسكل بعد ما يقدر يسوق كمان، هذا شو بيسوي؟ انتهى. طيب العائله اهله اولاده، طب الدول الاسلاميه مش متوفر كل حاجه بها، ممكن يحصل لاي شغله، طبعا بايده احنا ما راح يحصل شغله اصلا. أبو 2 إيدين. أخ كريم، محمد قال سارق البيضة تقطع يده وسارق الحبل يقطع إيده. أيوة، قال ربع دينار فما فوق، هذا حديث صحيح، ربع دينار فما فوق تقطع يده، يعني 10 سنت اليوم بفلوس نصر. أيوة. 10 سنت. إيه، درهمين ونص. يعني إذا دولار وسرقوا الدولار اشتركوا به 10 أشخاص، 10 تنقطع ديهم، كل واحد 10 سنت. هيك يعني، ما هو 10 سنت، ما هو دينار فما فوق، الدينار قيمة الدينار 10 سنت، ما بيصير أكثر، أقل كمان، أقل ممكن يصير 8 سنت. فنقطع ديهم كلهم، وبيضة فما فوق، البيضة هي بيضة بكم البيضة؟ هي طبقة البيض كلها 30 بيضة ب$10، فهي كمان نفس الشيء ب$20 يعني، نفس القصة. ما اختلفنا يعني. نفس الشيء. فهذا يعني تعالي شوف، هذه كارثة. أنت هنا دمرت عائلة كاملة، العائلة بها أولاد بها زوجة، أبوهم سرق، المفروض مثل ما تفضل أخ حسين في محكمة ونسأل أنت سرقت ليش،
هي فيك طبع للصرغة علشان احنا نوبخك، ولا انت كنت جوعان وانت اكد وتحقيقات وتاكيدات، وهل عائلته قاعدين اجار، هل البيت له، هل يشتغل ما يشتغل، سوابغه معروف يعني بالحكومه معروف. نعم. اللي يشرب سيجاره برمضان في مسكونه وعارفين كل سوابغه، بس اللي صار ما عارفين اكيد عارف كل شيء، عارفين عنه كل حكومة، كل دوله تعرف مواطنينها. طيب طلعون سوابغه وشوفون، اذا ما كان يشتغل انتم توفرون له شغل وتعوضون السارق وتاخذون منه هو اضعاف مثل ما تفضل اخ حسين، وهذه عقوبه حلوه تاخذون منه اضعاف بعد يصير له عبره 100 سنه بعد ما يصير، وكمان هو سليم يقدر يشتغل. ما انتم اذا عيبتوه شو يسوي بعد؟ يعني ممكن يسرق مره ثانيه، حتى لو ما يسرق بايده، ما ايده مقطوعه، يسرق بشيء ثاني، يسرق بالكلام كمان. ممكن يحرض ناس على السرقه ويصير شريكهم وبالكلام ويصير مثل ما نسميه الوكر لهم بيته يعني يلف فيهم وغيره يعني. شو يسوي؟ ما عنده شغل. هنا انتم دمرتوا عائله كامله. اذا السراغ اليوم، اذا الدول الاسلاميه تمشي على هذا الحكم، صدقوني وبامانه ثلثين الشعب تكون مقطوعه ايده، وبدايه من السياسيين ثلثين الشعب تكون مقطوعه ايده. تخيل اذا ثلثين الدوله مغطعه الايدي، هاي الدوله شو بتصير؟ محمد مش بتاع بنيان حضاره، ما بيعرف يبني حضاره اصلا. محمد ما بيقدر يبني حضاره. كيف يريد يبني حضاره وثلثين الشعب تكون مقطوعه ايده؟ يعني الان السؤال، بس اسالوا سؤال انتم او اطلعوا من خلال الانترنت، يعني كم المساجين في دوله فلان، اكتبها على الانترنت، تجد مساجين السرقه كذا، مساجين القتل كذا، تجد مساجين السرقه بالالاف. يعني كل تقرير 7000 و10000، انا قريت عنه في الانترنت، 20000 في ايران، 250000، 250000 شخص مقطوع ايديهم. البلد شو صار بيه؟ صار دمار. دمرتوا بلد كامل، مو بس دمرتوا عائله. هاي نقطه، هاي نقطه السرقه. طيب هل القران بالسرقه غير منطقي؟ هذا المنطق، واعطيناكم المنطق الحقيقي، وما اعتقد مسلم يختلف عليه، حتى المسلمين الان قاعد يطبقونه كمان، مش كلهم بس يعني. في احد جاء سالك كان قال لك انتم شنو عندكم عقوبه؟ احنا يرد اربع، يا ريت يطلع معنا على، لان التعليقات كثيره ما اقرا التعليقات، يا ريت يطلع على المايك اللي عنده اشتراك، شو مشاركه معنا، الاتصال مفتوح للكل. نعم. يعني لو يريد يرد على التعليقات، في التعليقات هي كثيره. كل الحبايب اللي موجودين معنا ويحبون يشتركون معنا، يشاركون معنا، يرفعون ايديهم ويتكلموا. اهلا وسهلا، اللي يكتب خليه يكتب اللي بده اياه، مش مشكله. اللي يكتب، اللي يكتب يعني ينتظر اجابه من الناس اللي تكتب له تحت، لان احنا بنتكلم بال يعني بال، نعم، اللي يريد يسال ياخذ مداخله يصعد فوق. اجاك على، هو عنده مداخله معك على السارق، يقول لك القطع مش معناته تقطع ايده يعني. طيب اهلا علاء. مرحبا كريم. اهلا استاذ علاء. السؤال، أتمنى لا يكون آراء من الأفكار العقول الإنسان. نصوص شرعية، ما هو جزاء السارق حسب التوراة؟ أول جاوبنا على السؤال الإسلامي وبعدين نروح للتوراة. التوراة أربع أضعاف يرجع السرقة أخوي. أعطيني النص. نعم. جاوبنا على ما نجيب لك النص. على حكم مقطع يد السارق بالقرآن. تمام. أنت تفقه اللغة العربية، كلمة القطع في اللغة العربية واللغة القرآنية لا تعني البتر. البتر شيء، فصل الشيء عن الجسد. لا. بس خليني أجاوبه بعدين عقب عليك. لحظة بعدين عقب على كلامي. خليني أكمل وبعدين أرد عليه. أوكي كمل، خلينا نشوف فكرته شو هي. يعني كلمة القطع، قطعت كلامي، قطعت الطريق، قطعت فلان، لا تعني البتر. لو قال الآية القرآنية السارق والسارق فابتروا أيديهن من خلافهم. دقيقة يا حسين، خلينا أكمل الإجابة بعدين عقب على بدك إياه لو سمحت، ولا حاب أنزل. يعني هلا عم أقول لك لا تقاطع كلامي، أنت قطعت لساني، لا تقاطع كلامي، لا تمنعني عن الكلام. ممكن تعطيني هذا الكلام وين مكتوب؟ هو قطع في نقطة. كريم بعدنا أخوي، ممكن تعطيني هذا يا مفسر قال انه قطع يد السارق انه هي ليست بتر، اعطيني مفسر واحد تفضل، عالم واحد من علمائك. اعطيك الاف فضل. العلماء، انت اعطيني النص الشرعي اللي طلبته منك بعدين انا اعطيك. النص الشرعي اخوي سفر الخروج بالتوراة الاصحاح 22 الايه 1 قال اذا سرق احد يعوض اربعه اضعاف
ونفس هذا الكلام في الإنجيل، في إنجيل لوقا الإصحاح 19 آية 8، يعني الإنجيل والتوراة مقررين أنه ترجع 4 أضعاف اللي تسرق منهم. وإن كان جائع، تمام، إن كان السارق جائع طيب. ولا يملك ماله، ماذا يفعل به؟ مكتوبة كمان مكتوبة يدبر لعمل، يدبر هو يدبر لعمل ووفي منه. سفر الخروج فصل المسألة بالكامل، إذا مات شو يحصل معه، وإذا ما عنده شو يحصل معه، إذا متزوج شو حكمه، بس الحكم ككل هو 4 أضعاف. أورا سفر الخروج 22 بالكامل، تمام. والحكم في الإسلام هو المنع. الآن قلت المنع، أنت أولاً راح أعطي المايك لأخ حسين هو يتكلم معك، بس أنا بدايتك قلت لي معنى اللغة العربية، فطاح اللغة العربية والمفسرين قالوا تقطع إيده. لو كان خلاص معناها بس دقيقة يا حسين، لو كان معنى القطع هي البتر الأيدي لأرأيت العرب أغلبهم 97% أم بلا يدين، لأن حياتهم بذلك الوقت كانت عائشين على ماذا؟ على النهب والسهل والسلب. قطع محمد كان يقطع أخي. بس دقيقة يا حسين، يا حسين خليني، أنت عم تتكلم عن المنطق، خليك شوي منطقي. إجماعا اسمعني يا أخوي، اسمعني، إجماعا يكون عند المذاهب الإسلامية جمعاء أنه السارق تقطع يده، السنة يقولون من الكف والشيعة من الأصابع. طيب هلا بدي أسألك سؤال بسيط، ما هو الفرق بين القطع والبتر؟ القطع هو البتر أخوي باللغة العربية. لا. القطع هو فصل الشيء عن الشيء. هذا القطع. ارجع إلى كافة القواميس، البتر يعني فصل الشيء عن الجسد، تمام، والقطع يعني المنع. يعني الرسول قطع أيد أحد؟ الرسول غلط ما يفهم القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقطع أي أحد. لو كان هذا الحكم وقطع لرأيت العرب غالب. هذا في القاموس العربي أخوي. لحظة، قطع قال هو فصل يد بشرية، هذا القطع بمعجم اللغة العربية، تمام. قطع اليد. الرسول غطى يد أحد السراق وعلق يده برغبته لمدة أسبوع، قال أسبوع افطر بالمدينة ورغبتك إيدك بروح. يعني تصور له هذا الكلام صحيح، إنسان مقطوع إيده. بس دقيقة دقيقة يا حبيبي، يعني الحديث اللي يخالف لا نرى له أصلا في القرآن لا يؤخذ به. في آية قرآنية. بس دقيقة يا كريم حبيبي، يعني واحد مقطوع إيده، بس دقيقة حسين، مقطوع إيده وحاط إيده على رقبته وقال له روح افطر أسبوع كامل بعدين ارجع لي، هذا يعني مين الذي وقفه النزيف؟ كيف عاش هذا أسبوع كامل بهذه الآلام؟ حضرتك حافظ الآية 38 من سورة المائدة؟ لو ما حافظها؟ لا مو حافظها، تفضل. طيب إذا ما حافظها جاء تفتي بالآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم نكالا من الله. شنو معنى نكالا؟ نكالا، كلمة نكالا بمعنى شنو؟ أن يفضح ذلك الإنسان السارق. لا أمام. نكالا، لا هنا يقول قطع يدهم هو نكال. نعم يعني هذا السارق، لا هذا السارق عن عمد. نقال آية بعدنا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ما قال نكالا من الله فضحهم، قال قطع أيديهم نكالا من الله. ما هو النكال باللغة؟ فلان يقول فلان نكل بفلان. ما أقول أنا بس دقيقة بك. بس خلي أنت بتسأل، ما خليه على الجواب. أنا أنكل بك، ما معنى النكال أخي؟ التنكيل يعني توبيخ طرف الآخر. تنكيل، لا تنكيل أخي هو القساوة والتعذيب، هذا موجه من اللغة العربية. كبرني كريم، اعطيني الكاميرا. لكنكم جهلة بدينكم، هذا قاموس اللغة العربية، هذا اقرأ كريم. تنكيل شنو؟ ارجع التفاسير. هب قال قساوة تعذيب، تنكيل تعذيب. شنو هذا التعذيب؟ اللي هو قطع اليد. لا طيب الإنسان حينما يفضح أمام الناس لا فيكون أكثر الناس عذابا وخجلا بين الناس من هذه الفضيحة. معنى هو لو قال والسارق والسارقة فافضحوهم نكالا من الله، اتفق. هذه لغة السماء حبيبي، لا تأتي بهذه اللغة الركيكة. اسمعني شوي، لو قال والسارق والسارقة فافضحوهم نكالا من الله، فهنا أصبح التعذيب هو بالفضيحة، هو التنكيل هو الفضيحة. لحظة أخي،
قال اقطعوا أيديهم، فهنا أصبح النكال بالتعذيب أي بالقطع اليد وليس بالفضيحة. طيب الآن إني السؤال لك، أعطني مفسر واحد قال إنه قطع اليد لا يعني إنك تبتر كف الشخص. تفضل هسه الآن اترك الإسلام، عفوا هسه الآن نرجع للإسلام معك على اللايف، إذا تعطيني مفسر واحد من علماء السنة والجماعة قال إنه قطع اليد لا يعني بتر. أكثر من مفسر تفضل، لازم انزل اجيب لك اياه واعطيك اكثر من مفسر. تمام روح انزل وجيبه وتعال. وراح تترك المسيحيه؟ اترك اصير مسلم الان. اتمنى ما تصير مسلم. سني اذا جبت لي مفسر سني واحد قال اتمنى ما تصير مسلم. لا لا اذا جبت لي، ولكن انت لا تفعل ولا ومو قدها ومو رجال، بس انا اقول لك اياه تحدي. لا قدها ورجال ما في داعي للكلام البديل. اذا جبت لي مفسر اذا جبت يعني 1400 سنه دينك وحكمك ومفتيك كلهم يقرون بقطع يد السارق، جاي تضحك عينه وتكذب على مسلمين سابقين؟ لو كان القطع موجود لكان في بلادنا موجودة. لا بلادك عملاء لأمريكا وإسرائيل ما يقدروا يطبقون، ما يطبقون يخافون، يخافون لأمريكا. حتى عندك جواري والأمام ما يطبقون. طيب معلش أسأل سؤال لو أنزل ما يطبقون تطبق. أنزل أجيب لك النصوص. الرجم مش موجود عندك كمان، مو موجود. يخافون الجلد، حتى الجلد اللي هو قرآن كمان مش موجود. هسه الرجم راح يجي لي حديث اوكي قرآن كمان مش موجود. مسموح ببلدك بينما تشارب الخمر عندك يخافون. يخافون لو عملوا هتصير دواعش. تاجر الخمر يقتل بينما انت بالدول العربيه مفتوحه محلات الخمر. ايه الله يقول الخمر والميسر ولازمام رز من عمل الشيطان فاجتنبوه، والذي لا يجتنبوه فهذا شأنه. يا أخي أنت جات الله هو الذي يحاسب. لا 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 بالشرع الإسلامي بالشريعة تقطع يد الشرع لا يبيح. يعني إذا هذا الشرع حكم ياك إذا هذا الشرع حكم لا يبيح بيع الخمور. أخي إذا كان هو غير حاكم لا شأنه بالناس. أخي لا 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 إحنا دارسين الشريعة الإسلامية في مذاهب الأئمة الأربعة، الذي يتاجر بالخمر وقامت عليه البينة يقتل. طيب يقتل بما أنك ذكرت الخمر. صح يا علاء؟ ها؟ الذي يستحل الرسول ما قطع يد حد. لا 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 أبدا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقطع. شوف ايش عمل الرسول. إنسان تفضل أوكي شوف ايش عمل، مو بس قطع يده، شوف ايش عمل به. يلا وحط ايده برقبته وقالوا روح افطر اسبوع تعال رجع. ايوه افطر 7 ايام بالشوارع. 7 ايام بشرفك انسان مقطوع ايده. حديث انا بعمل لك يعني حديث يخالف المنطق ويخالف رسولك. اسمعني شوف الباب، شوف الباب شو اسمه، باب في تعليق يد السارق في عنقه، اسم الباب رقم الحديث 4411. حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا عمر ابن علي حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن ابن محيرز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه للسارق أمن السنة هو؟ قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. مين اللي أمر؟ رسول الله. طيب الذين عفى عنهم النبي كانوا يصرخون وينهبون ويزنون كمان قطع عيدهم وارجلهم بالعرانين. خلينا أكمل سلام، بس خليني أكمل. سلام ونعمة الرب معكم أخوتي الغاليين العرانين 8 الرسول قطع. بس دقيقة كريم سلام كريم ممكن أسلم ممكن يا رب تكون بخير غسيس فرحان نور. ممكن أخذ دقيقتين فقط أسلم عليكم أول شيء أخوتي الغاليين، أخوي الغالي حسين وأخوي الغالي كريم قناة الآرامية المباركة وكل الناس على الجست وفي التكست، وأخوي الغالي علاء اللي هو حرام إحنا بنستضيفه كتير ببسوتنا، يمكن أنتم ما بعرف إذا أول مرة تلتقوا معه، بس هو يعني أخ طيب لكن حرام مسكين ما عنده دراسة فعلية للإسلام. لا لا هو طيب هو مانو مسكين فأمان دينه صح، ما تجي حالك أستاذك تعلم على أخي الغالي ما تقطعني من معروف. فهو يعني هو يقول عن نفسه أنه مسلم، مرات هو يؤمن بحديث ولا يؤمن بحديث آخر، يعني هو فعليا ما فيك تعتبره سني لأنه هو يتدبر القرآن حسب ما هو يرتقي حسب ما هو. فشو ما قلتوا له حيقلكم لا، يعني ياما مرات في بسوس مع أخو كثيرين يضيع الساعات تلو الساعات
في نقطة معينة فقط ينكر ينكر ينكر، لأنه هو من داخله غالبا متألم ما بين كونه جاي يعني هو مخلف بين الإسلام والإجرام. أما لا، إحنا وإحنا صغار قسيس فرحان، إحنا وإحنا أطفال نعرف اللي يسبق تقطع عيدة بالإسلام، هذا يضحك على نفسه، هذول مخادعين، هذول كذابين، عرفت؟ هو أحكي لك شو اللي صار فيه. هو غالبا جواته ما في كذاب غيرك، وإحنا صغار واحد كنا نعرف، وإحنا بالأول ابتدائي عمرنا 7 سنين قسيس فرحان. أنت مو تكذبنا يا علاء، علاء أنت كذب قرطبي وطبري وابن كثير جلالياً صغار. أنت الكذب عندك كيا فيها تشريع، أنا ما أقبل موجودين، إحنا ما قلنا شيء، عندك فيها تشريع جولس أباح لك الكذب إجماعاً لتمجيد الرب. حبيبي إجماع العلماء على يد السارق تقطع، فإحنا نلعب إجماعاً، إحنا مو كيف فيها مو على مزل. هو احكي لكم شو المشكله تبع المخشري والجيل كلهم غلط. انت عارف اخي الكريم، اخي الكريم اخي حسين، انت عارف لما شخص اساسا حرام، هو جاي يعني جاي من احبائنا الكرد، والكرد انت عارف كيف تم سحقهم بشده على يد الغزاة العرب. مش بس هيك المشكله، غير انه الاحاديث اللي بتحكي انه هو كردي، لا لا ما هو كردي جاي حاولنا باللغه العربيه. تخيل تخيل هو اساسا يعني تخيل انتوا هلا جاي استاذ فرحان بده يصير الفهمان المثقف العالم، هذا العقل الذي رضي بإله يتأنس ويسأل اي كان هذه الاساءه ويقول شوف هذا كردي وكيف يدافع عن الإسلام. لما أنت عندك إلهك ينزل كل ليلة كل ليلة إلى السماء الدنيا، ما بعرف لأنه يمكن سمعه كتير خفيف فما بيقدر يسمعه، ينزل في الثلث الأخير من الليل كل يوم، كل يوم ينزل ربنا أن ينزل جبريل عليه السلام. الله لا يحتاج ربك، صار هو جبريل لأنه سميع وعليم، حاجة لله أن يحل بشيء من خلقه. أنت مشرك يا علاء، تمام؟ كلمة الرب لا تعني الإله. نزل إليه وريحة كريم، خلاص. شكرا على شكرا جزيلا. روح أخوي، روح بعد العب بعيد. أنا ما أقولكم يتكذب، قال الحديث الرسول ما غطى عيد واحد يمناها لكم. أنا بس حبيت أعطيكم فكرة عنه لحتى ما يروح لكم البث، لأنه ياما مرات بيدخل بنص ساعة والساعة، وكل ما بنعطيه مجال الحرام يتكلم نحن منظن أنه هو يعني ممكن ياخذ ويعطي، بس هو فعلا ما عنده ثقافة، ما عنده معلومات، ويظن أنه هو على حق وبس بيجرب الآخرين فحرام. مشان هيك أنا حبيت يعني أتدخل بهذا الحديث، سامحوني وحقكم علي. لا بس اسمح حرام، بالعكس زي ما ورثني يا غالي، هو التخيل بس فرحان. لو احنا نقول كلام من عندنا وآرائنا شو اللي يحصل؟ احنا قاعد نقول آراء المسلمين نفسهم طبعا. وهذا إجماع، يقول لك وهذا إغرار من إجماع العلماء على أن يد السارق تقطع إذا سرق ربع دينار فما فوق. طبعا الحديث فارغ على البيضة، هو الربع دينار والبيضة هي نفس القيمة تقريبا، يعني 10 سنت. تماما تماما. على يقول ماكو مقطوعين بالشوارع، والدول ما تعمل إسلام، شو سوي تعمل؟ ما هو القطع عن خلاف، يعني اللي ما كان يصدق فيه شافه على أيدي الرايات السود وتم زلمة بالسعودية، القانون السعودي يا قسيس، القانون السعودي مكتوب وحكم من سرق تقطع يده، حتى بإيران القانون مكتوب. صح، بس إذا نحن استثنينا الإيران والسعودية باعتبار أنه هن البلدين الرسمياً في تطبق الشريعة، حتى خذ البلاد الثانية اللي هي إسلامية سواء بشكل كبير أو بسيط ولا يطبق فيها الأمر، ألم يطبق الآن مع أصحاب الرايات السود؟ صح ولا لا؟ هلا هلا هذول هو الرسول غطى عيد، هو في أحسن من الرسول يعرف القرآن يعني. هم إحنا الرسول هاي كتبه. صح. الرسول يعني حديث الرسول، حديث حديث العرنيين، حديث العرنيين سمل الاعين ولا خطا الايد. بس هو يضحك على مين؟ واحنا اطفال كانوا يعلمونا بالبيوت وبالمساجد والحسينيات وكذا، سنة وشيعة، اللي يسرق تنقطع ايده طبعا، اللي يسرق شغله بسيطه، بس طبعا اللي يغزو على بلاد ويسرق نساء واطفال واموال، الغريمه والفيء حلال، بس البيضه للجوعان حرام. هذا الكيل بمكيالين. الفيء مسموح، في آية بالفيء، ما هي عندك آية كاملة على الفيء، صح ولا لا؟ الغنائم وخمس الغنائم آيات عنهم، لكن البيضة يقطع عليها اليد وتقطع الأرجل والأيدي عن خلاف، حتى يكون شخص يعني بالمرة يعني ما يقدر يعمل ولا شيء. قطع اليد هو يدمر عائلة كاملة،
من هذا الشخص اللي انت قطعت ايده اكيد عنده زوجه وعنده اولاد، كيف راح يشتغل بالمستقبل؟ غلط مره يا سيدي. واذا تاب، افترضوا تاب توبه حقيقيه بعد اسبوع بعد شهر، حترجع له ايده؟ لا بعد ما، على فكره علي بن ابي طالب قطع ايد واحد بامر الرسول، واحد سارق جاءوا بيه للرسول قال رسول الله هذا سارق، قال اقطعوا ايده، علي راح قطع ايده، بعدين بعد ما قطعوا ايده طلع بريء، مش هو السارق، واحد ثاني سارق. نعم يس. قال مو كويدي لا بعد راحت شو سوي. المثل يقول غضبت عليك قطعت راسك، رضيت عنك فكيف اعيد راسك الى مكانه؟ انتهى الموضوع. وهذا هو الاحكام الجائره اللي بترعب الناس وبترهبهم على الفاضي، واللي بتخلي المجرمين يستخبوا ويلزقوا التهمه بناس تاني، لانه ما في محاكمه حقيقيه للاسف. طبعا الموضوع على المنطقه سيس فرحان، يعني المفروض المفروض هذا المنطق اعوج، طبعا هذا متفق عليه، حتى المسلمين متملصون من اعوج. طيب شو الحل؟ يعني اذا في دوله وفي سارق سرق، الدوله ماذا يجب ان تعمل؟ هذا السؤال لك، تفضل. هو انا عندي سؤال، لما بيكون في شخص عنده هذا المرض او هذه الخطيه بغض النظر وهو يسرق الاخرين او عنده هذا الطمع، يعني بغض النظر عن الدافع، هل الجهات القضائيه مهمتها فقط العقاب والردع ولا مهمتها الاصلاح والتغيير؟ يعني التعامل مع المشكله يا يحول المشكله الى كارثه يا يحول المشكله الى فرصه لخلق حلول تنفع المجتمع، صح ولا لا؟ مش هذا المنطق السليم؟ المفروض هكذا، نعم هذا سليم جدا تماما. لكن لما بيكون في احكام جائره وفقط تنال من الناس البسيطين وتسمح للقادة تبعهم أن يفعلوا ما يشاء، أنا بدي أسأل سؤال، ماذا كانت تفعل، ماذا كان يفعل الصحابة مع القوافل التي كانت تأتي للتجارة؟ الأملاك تبعهم، البضائع تبعهم، ألم تكن هي من مال، من عرق جبينهم، من تعب السطو على القوافل؟ نعم تماما تماما. عندما كانوا يغزوا القوافل ويأخذوا، عندما قاموا بأول غزوة والناس ماتت وشافوا أصدقائهم وإخوتهم وجيرانهم واللي شاف عمه واللي شاف ابن عمه مسجع على الأرض وهن كان مفروض يلموا الغنائم، أنتم عارفين بهذه المناسبة ما هي الآية التي نزلت وشو كان أسباب النزول؟ الرجال استعفوا عن أخذ الغنيمة لأنه شافوا أقرباء مسجعين على الأرض مقتولين، فنزلت الآية عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنتوا على شو زعلانين؟ أم لموا الغنيمة، ما هذا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو كره لكم. فهذا هو المنطق، ما رأيك بهذا المنطق؟ أعيد السؤال لكم أنتوا الخبراء في الموضوع، أنا أتعلم. لا بالتأكيد هو منطق أعوج، إحنا بنتكلم عن حلول، يعني الحبايب المسلمين عندما نطرح هذه الفكرة أو هذه الإشكالية يقول لك طيب انت خلي نفسك مكان الرسول، شو بيعمل؟ الحل موجود بالتوراة، يدفع 4 أضعاف كما قراها الأخ حسين قبل قليل في سفر الخروج، يدفع 4 أضعاف. جميل. هذه عقوبة، هم عقوبة رادعة وهم هو سليم. انت ما دام سرقت تدفع 4 أضعاف اللي سرقته، الحكومة أو الدولة تعوض الشخص المسروق، وانت تبغى مسجون أو تبغى في بيت أو أي مكان محجوز وتدفع علشان ثاني مرة لا تسرق، وبعد ما تدفع تطلع تشتغل عادي. لاحظ هذا اللي تنفذه الآن أوروبا والدول الغربية، لما حتى مثلاً الدول الإسلامية على فكرة تنفذه، تتهرب من الضرائب مثلاً أو ناس مثلاً تأخذ شيء مش من حقها. يوجد قانون وقانون يطبق على الجميع بدون استثناء، على الكبير قبل الصغير، وبسبب هذا القانون الناس ما بتعمل هذه الأمور. يعني لماذا عدد الجرائم والسرقات في الدول الغربية؟ طيب خلونا الوقت حتى ما يتوسع، لازم ناخذ أنا 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 نهيت مداخلتي وراح أسكر وأسمعكم. بتحبوا أسمعكم تحت، تحبوا أسمعكم هون؟ لا تفضل خليك معنا. طبعا أنا قصص فرحان جل، أنا راح أدفعه عشان الناس اللي تشوفني تدخل على البث. يعني بس حاول إنك بس رجاء شاركونا البث مع الآخرين، أكثر عدد من النقاط نطرحها. النقطة الثانية اللي بدي أنا أطرحها حسين ودك أنت تجاوب عليها، المحلل. المحلل نعم. رجل غلط طلق زوجته 3 مرات عصبي، الآن الحل المنطقي اللي لازم يرجع زوجته، الإسلام يقول له لازم هاي الزوجة تتزوج واحد تاني مدة 3 أيام 4 أيام، والزواج بنية الطلاق جائز بإجماع الفقهاء.
تتزوج واحد ثاني يومين ثلاث بعدين ترجع لزوجها، طيب دمرت الحياة. نعم. يعني هو لو زعلان من خاطر الشاي، خاطر الأكل، خاطر المية، راح يتصالح معها، بس ما راح يتصالح معها لو واحد ثاني ببيتها. هاي كارثة، هاي دمار للعائلة. وأولادها شو تقول لهم لو كبروا إن شاء الله؟ أمكم حللتها لكم وش يعني؟ أنا ما يعني كيف تحل منطق هذا؟ كبر لك حال هذا يعني هسه؟ تفضل حسين ما يسمع. القضية الكريم نأخذها من ناحية منطقية ومنطق ضعيف ومنطق عوج لدى القرآن. الإسلام كريم محمد قال لو كنت آذن لبشر أن يسجد لبشر لأذنت للمرأة أن تسجد لزوجها، أليس كذلك؟ أيوة. محمد كان يقول اضربوهن وكذا ولا تشاوروهن، وقال إن الزواج استعباد للمرأة، أليس كذلك؟ نعم. فمحمد هنا لما يقول تطلق ثلاث مرات لا تعود لزوجها حتى ينكحها زوج آخر، هذا إذلال للمرأة. هو من ناحية أولى له عدة أهداف. الهدف الأول أجابنا عليه صحيح مسلم، قال إن رجلا من الصحابة يقال له أبو ثكانة طلق امرأته ثلاث مرات فأتى النبي فراجعها النبي له بالتحليل. يعني ماذا؟ يعني محمد أسس هذه الشريعة حتى الناس عندما يتعاركون مع نسائهم ويطلقون يأتن لمحمد يبكن فينكحن محمد، ينكح المطلقات ويردها إلى أزواجها. هذه الشريعة أولا قد أسست لمصالح محمد ولم تؤسس لأجل مصلحة مسلمين، وإلا فالواقع يقول إذا امرأة طلقت من زوجها وذهبت لتتزوج رجل يومين وترجع هذه فضيحة، الناس كلها ستعيب عليها وسيتحدثون عليها وتفقد احترامها أمام أولادها، أمام أهلها، أمام كل الناس، أمام المجتمع عموما. هذا التسقيط وانحطاط من كرامة المرأة. ما الهدف؟ إذا كانت عقوبة فلماذا لا تكون عقوبة للرجل؟ هو الذي لماذا لا يكون الرجل يسجن مثلا ثلاثة شهر، شهرين، شهر، أخذ منه غرامة مالية؟ لماذا تعاقب المرأة بالنكاح تحديدا؟ لماذا؟ لأن محمدا وأصحابه يا أخ كريم كانوا هم المسؤولين عن عقود النكاح، فلما تطلق امرأة حتى ترجع يروحون بها لعمر، العلي، لعثمان، المعاوية، فهم علي؟ هم المحللين. هم المحللين، برافو علي. زمن الرسول كان واحد اسمه رفاعة الغرضي، عبد الرحمن، عبد الرحمن. أي طلق مرت. نعم. فهم فهذه الشريعة هي موضوعة أساسا لخدمة مصالح بعض الأشخاص الذين أسسوا هذا الدين. أنت تعلم عثمان بن عفان كان يعني من أثرياء مكة، فقد كل أمواله في سبيل محمد، وفي النهاية عوضها لما أصبح خليفة على المسلمين. عنده 70 جارية لما مات. أحسنت. وبينما هو كان يمكن عنده جاريتين أو ثلاثة قبل الإسلام. لا كان قربوع، كان كذا الطريق مسلب شيء يقطع الطريق كل شيء كان ملك. فهذه هي الفكرة، أن هذا الدين منطقيا هو لمصالح محمد ليس لمصالح. طيب إذا كنت تقول شريعة ما هي مثلا شخص طلق مرته ثلاث مرات أربعة خمسة كل ما يطلقون يرجعون، شنو المشكلة؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ ما هي دائما إذا ما طلقت تسعة شهر، شهرين، يوم، يومين، عندها لها ترجع. أنت لماذا تنكح زوجا آخر؟ لماذا يريد إذلال المرأة هذا الدين؟ سبب الأول كره للمرأة من محمد بسبب أمه عندما كانت تشتغل كزانية من عاهرات قريش آمنة بنت وهب، وعندما رمته يوجد حديث يا كريم يقول إنا وجدنا محمدا كنخل، وجدناه نخلة في كبأ، يعني لقوه بالزبالة. بالزبالة، إيه هذا الأنساب، الأنساب هالقريش يتناسبون في أنسابهم وحسابهم. وجدوه في الزبالة، فطبيعي يحقد يطلع خارج حاقد على أمه لأنها أنجبته من زنا ورمته في المزبلة، فيخرج يكره النساء. حتى كغنية الكاظم الساهر شايفه قالك يكرهون الحب يكرهون النساء لما كانوا يفجرون بالعراق تنظيم القاعدة، مو صحيح؟ ليش؟ لأنه أسلوبهم أخذوه من محمد. نفس الشيء، هذا المنطق الأعوج في القرآن قضية المحلل. طيب الهدف هو محمد ينكح نسوانهم وكره للنسوان،
وإذلال للمرأة. لا لو الطلاق هو مثل ما كمل على الطلاق وقال أنه الطلاق عظيم وأبغض الحالات عن حلال عند الله هو الطلاق، هو الرسول نفسه الطلاق على فكرة. طلق زوجات عدة مرات. طلق لأنه يقول لك الحديث دخل ووجد رجلين في حجرة عائشة بالليل. طلقها وبعدين رجعها. بس هذه مو يعني هو الطلاق يقول أنه صعب جدا بالإسلام وخطأ أحمر. أوكي. في تعاقب عليه. ماكو عقاب غير تنكحون المرأة. إيه. يعني أنت قايل ما ترجع للأبد أفضل. يعني تعطيت حل وسكت عنه. هسه واحد طلق زوجته. و خليني احكي لك حكاية ما يصير ما احكيها لك. جارنا عنده بايسكلات يعمر بايسكلات، هذا حكيت 20 مره على اللايف، لان هاي المساله يعني دمرت عقول كثير من الناس. جارنا عنده محل يعمر بايسكلات وهو قاعد ببيت ايجار، والمحل اللي يعمر بايسكلات كمان ايجار، وعنده 2 اولاد. عنده واحد من اولاده يدرس عمره 6 سنين والثاني موجود بالبيت طفل صغير بعد رضيع. زوجته طلقها مرة وراحت ورجعت، كانت عندها ولد واحد. لما صار عندها 2 أولاد وجابت الطفل الثاني الرضيع كمان طلقها، قالت له خلاص أنا يومين أجيب لك أولاد وحامل وطلق بي أولادك إلك وأنا ما أريدهم، ذبت أولاد علي وراحت. هسه الرجل شو يسوي؟ بعد ما يقدر يشتغل، عنده طفل رضيع بالبيت، شلون يروح يعمر بايسكلات والولد بالبيت؟ لازم يقعد على ولد. لو قعد على الولد بالبيت مين يدفع إيجار البيت؟ مين يدفع إيجار المحل مال بايسكلات؟ الثاني بالمدرسة الصبح يوديه الظهر يجيبه. الحياة تدمرت. بدأ يتصل منا ناس شيوخ ما بعرف إيش معارف ياويد، راحت للناس. أبو البنت معمم شيعي شيخ، قال أبويا ما يصير، لا يجي رجال يدور له مرة تانية أخذها. شلون يأخذها مرة ورجال ما عنده أجار وحالته تعبانة، وهاي مرته والأولاد شو يسوي يأخذها مرة تانية؟ هل في أمرأة تيجي تقبل أولاد تربى أولاد؟ فهي أولادكم وأولادهم ما بعرف إيش والكلام. وإحنا هاي قلنا الإسلام يقول ما ينجوز. قالوا له شوف لنا حل يا شيخ، شوف لنا. ضغطوا على ابوها، قال لهم حاضر اشوف لكم حل، اعطوني مهله. ابوها راح خبر لمحلل بالليل، ها خبر محلل وجابه ونام مع بنته بغرفته يعني كمان حللها وخلصت. وبعدين خبر زوجها قال له خلاص انا شفت حل، تعال خذ زوجتك. شلون حليت يا شيخنا؟ قال احتلت خلاص ما لك دعوه انت بقى. تعال نسوي لكم مهره، مهركم عليها من اول يوم مهركم وخذها. الرجل متونس راح يركض، خذ بيتها وراح البيت مهرها وياها ما يدري. ظلت عندها اسبوع ما اسبوع انت عرقت يا عمتها. عمتها قالت لها ها مو كنت عند فلان حللت؟ زوجها سمع يا فلان يا هو. قالت له كان ابوي زوجني لما انت كنت طاردني البيت ابوي. تعرف ايش سوى؟ ذبح الاولاد وحرق نفسه، هو ما مات. الاولاد يم ذبحهم بالسكين. قال حتى ذول شك بيهم، ذبحهم وحرق البيت كله وهو بطن البيت، بس هو ما مات، طلعوه ودوه المستشفى. هي هربت. كارثه الدين هذا يا اخي. مع طلقه 3 مرات انتم الطلاق عندكم يعني شيء صعب صح؟ اوكي حط قانون مثل القوانين البشريه تمنع، يمنع ما يحترم العلاقه الزوجيه انه منعه 5 سنين عن زوجته، 10 سنين 10 ما يشوفها ولا يشوف اولاده نكالا له، من بعد العشرة يرجع لها تكون عند بيت ابوها. تعذيب يعني، تعذيب اعذبه يعني، ينكحونها تنزع بطرونها ببيت واحد ثاني. سالفه دين هذا؟ وين المنطق بالموضوع هذا؟ تفضلوا تفضل سيدي. شو كان طيب عندي نقطة أخرى في سورة الطور أخ كريم، نقرأ من سورة الطور. يقول أم تريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. كبسوا كفوا 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 كبسوا. الآية 42 قال أم لهم، أريد كريم تركز على هذا النص. أم لهم إنه غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلقوا يومهم الذي فيه يوعدون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبر النجوم. طيب هنا يقول وإن يروا كسفا ساقطا من السماء يقولوا سحاب مركوم، يقول لك لهذا السبب أنا مدى أعذبهم لأن حتى لو نزل عليهم عذاب ما يصدقون. سؤالك كريم، واحد الصلخة قاذفة الصلخة يقدر يقول بعد هذا مطر يعني مطر هو ينتهي
شلون يقول هذا مطر وما يصدق وهو انصلخ يقول لك انا ما نزل عليهم عذاب، لان اذا نزل عليهم عذاب بعد ما يصدقون بي، يقول هذا مطر. زين هو يلحق يقول اذا الصلخه بكسف من السماء، وما ما يعرف الكسف حسب الحيارة طي عليه. هو اذا طاحت عليه حياره وصلخته هو بعد يلحق يقول هذا مطر؟ يا باوي يلحق ومات. هاي ما هو شو اقول لك والله شلون بس عدفتين بالمنطق بالمنطق. هو انتم مو تقولون اذا واحد مات يروح لربه وها هي بعد يؤمن يقول اه طلع صدق هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ المفروض يعني يقول لك انا ما نزل عليهم العذاب لان حتى لو نزلته ما يصدقون. يعني كانت اله عاجز لعد ليش اذا سؤال بالمنطق اذا انت تقول العذاب ما نزل عليهم كسف من السماء لان راح يقولون عليه مطر. زين اكو واحد يشوف نار بالسماء يقول عليها مطر؟ اكيد لا. زين اذا انت تقول ما يصدقون اذا شافوا الكسف، لعد شلون تريدهم يصدقون وانت دازلهم بشر يذبح بيهم؟ اذا نار معجزه من السماء نازله ما يصدقون بيها، لعد شلون يصدقون بوريقات انت جايبين وجايب لي سيف وتقول لي قول لا الله لو اكيد لك انا الله دزني؟ حلوه النقطه. مش نقطه انت تقول هذا القران من الله وانت تقول اذا نزل عليهم عذاب ما يصدقوه، لعد شلون تبنا صدق بهذا الكتاب؟ سير واحد الصلخه بقاذفه صلخه مدفعيه يلحق يقول هذا مطر؟ وين يقول هذا مطر؟ هو انتهى راح. طيب عندك تعقيب على النقطة هاي لو اروح لغيرها كريم؟ لا طيب خلاص قبل ما تروح على النقطة اللي بعدها بس احب امسي عليكم اودعكم لا بس حابب اودعكم واصلي ربي يبارك حياتكم وحياة كل المستمعين وهذه القناة المباركة حتى توصل لكثيرين وكثيرات. ربي يعطيكم حصاد نفوس كثير في اسم المسيح يسوع. آمين. رب معكم. جزيل عندنا مغسيس. شكرا. ربي يبارك حياتك يا غالي. أشكرك. طيب. سورة الإسراء شو يقول؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا. أي. لنزلنا عليهم ملكا رسولا. يقول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول أنا قالوا له طيب لولا نزل علينا ملكا من السماء يجيب لنا الآيات والقرآن ويقول أنا نبي صح؟ قال لهم لا لو أكو ملائكة يمشون على الأرض كان نزلنا ملك. طيب انت مو تقول انا بشر ونزل عليه ملاك مثل ما نزل عليك خلي نزل عليهم صح ولا لا؟ المفروض انت مو تقول انا كان يجيني جبريل خلي يجي البقية انت مو بشر رسولة. يقول الملائكة ما تنزل بس على ملائكة يعني انت كذب ما نزلت لك ملائكة صح يا محمد؟ ما تنزل على ملائكة وانت بشر كيف نزل عليك ملاك؟ رحم الله والديك. هذا يقول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئن لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني إلا لو ملائكة بالأرض يلا نزل عليهم ملك. شو تكذب يعني بهاي الحالة؟ ها؟ تكذب بهاي الحالة الرسول كذاب. ليش؟ لأن هو ملأ هو بشر مش ملاك شو نزل عليه ملاك؟ شو ما نزل عليه ملاك؟ أحسن. لو ما نزل لو كذاب واحدة منه. لو ما نزل لو كذاب. لو كلام الرسول صحيح والملائكة ما تنزل إلا على ملاك إذا الرسول ما نزل عليه الرسول ما هو نبي بالدحن أبوه ماكو ملائكة ولو الرسول لا هو ملاك نزل عليه ملاك الآية القرآنية كذب إنما أنا بشر رسول كذب. أحسنت. إذا هو النبي ملاك من الملائكة إذا الآية القرآنية كذب اللي تقول أنا بشر رسوله ملاك مش بشر ولا رسول. ولا الرسول بشر رسوله معناه كذب ما نزلت عليه ملائكة لأن القرآن يقول ملائكة ما تنزل بس على ملائكة. طيب كملها كريم شي يقول لك قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هاي زين احنا ما شفنا الله شلون يكون شهيد الشاهد بيني وبينك الله.
يح. ما هو أنا أؤمن بالله بس أنا ما صدقك أنت من الله تشذاب، هذا منطق عوج. يقول لي أنا خلاص خلاص كريم أنت ما صدقني، خلاص الشاهد بيني وبينك الله. طيب وين الله؟ خلنا نشوفه. ماكو منطق لما قالوا له عرف لنا يا الله. أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، أي أرنا الله جهرة، قالوا لا ينظرون للإبل كيف خلقت. ما خلقت أنت بالحديث الصحيح كمان قلت الإبل مش شيطان مخلوق يعني كمان. والإبل هل هي يعني هل بمجيئك الناس عرفت الجمل مثلا؟ يعني هل بمجيئك الجمل ما كان موجود لما أنت جيت جبته علشان يكون دليل إلك مثلا؟ إسراء 95 الإسراء الجمل 95. موجود من زمان قبل لا تولد أصلا أنت تفرع قبل لا تولد. يس سورة الإسراء 95 إذن منطق عوج. يقول لك كفى بالله شهيدا. أين الله؟ أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. شيش كريم شي يقول لك؟ قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. الصاعقة ما عنده غير سؤال فهو بس بالدمار. سؤال كريم مو قال اللي قالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة؟ شو هسه أنا جاي أقولها؟ شو ما جاي تأخذ الصاعقة؟ لا ما صاعقتش، هذا يكذب على أطفالي. يلا وين الله حتى يكون بيني وبينك شهيدا؟ أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، تفضل يلا يا محمد. يقول كفى شهيدا. لا هاي بدون ما أشوف خلاص خلاص هاي اسكت اسكت. معناها ما نزل عليك ملائكة، لأن الآية تقول كلمة ملائكة ما تنزل بس على من؟ بس على ملائكة، بس على ملائكة. يقول كريم يقول إلا لو أكو لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني ما نزل ملك من السماء لأن ماكو ملائكة بالأرض يمشون. أيوة معناته كذاب، ما نزلت على محمد ملائكة. شفتوا شلون القرآن مو من الله؟ ها هاي فضيحة لو لا؟ عندك إعلانات كريم نوقف؟ عندي إعلانات يا حبايب، رجاء خلونا مع الإعلانات، ورجاء تكبيس مع الإعلانات على شاشة الإعلان تكبيس حبايبي علشان الحلقة توصل لأكبر عدد ممكن. احنا غاربنا على الساعة ونص، يعني متبقي لنا نصف ساعة إذا تردونا، يعني قادر على الوقت النصف ساعة يجب أن احنا نوصل الـ 35 ألف، واعتقد مش كتير يعني تكبيسنا يعني ما لم نستمر بهيك طريقة يعني اعتقد نوصل يعني. طيب المخرج يا ريت خلينا إعلانات على الشاشة. احنا برنامجنا الحالي هو البرنامج الحوار العقلاني، وموضوعنا هو القرآن والمنطق، وتكلمنا ايضا على حادثة اغتيال المرشح الجمهوري ترامب، وايضا تكلمنا على موضوع الحلقة. موضوع الحلقة كان مهم وشيق جدا، هل القرآن بالفعل من الله؟ هل في منطق بهذا الكلام؟ فيا ريت تعطونا الإعلانات اذا الإعلانات موجودة. انا ما بعرف المخرج بالنظرية إعلانات يعني، فيا ريت خلينا إعلانات على الشاشة. ناخذ الإعلان الأول. ما بعرف مخرجنا مش موجود اعتقد يم الجهاز. حد الان ما تكلمت بموضوع الحلقه؟ لا بنتكلم بموضوع الحلقه. منطق القران هي هذه الادله من منطق القران، هي السارق والمحلل، هذه من منطق القران. البرنامج اللي هو الحكم بعد المداوله، الحكم بعد المداوله، عنوان الحلقة هذا البرنامج غدا، عنوان الحلقة الأنبياء الكذبة والجزيرة العربية. هذا البرنامج يأتيك يوم الثلاث 16 يوليو تموز 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده أنا آتي سريعا، هذا هو عنوان هذه الحلقة، البرنامج الروحي. البرنامج الروحي عنوان الحلقة أنا أأتي سريعا، هذا هو قول الرب يسوع المسيح، وهذا عنوان هذه الحلقة اللي تأتيكم يوم الأربعاء 17 يوليو تموز 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. أيضا البرنامج اللي بعده
صوتك انقطع كريم. ما انا منتظر البرنامج اللي بعده. اه في شوي تاخير بالاستديو، مش مشكله، هذه امور الانترنت تحصل يعني. يسوع المسيح المحمد، البرنامج اللي هو هذا عنوانه خطورة الشريعة الإسلامية على المسلمين والعالم. هذا البرنامج يأتيكم يوم الأربعاء أيضا 17 يوليو تموز 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الرب يسوع من أمثال عن ملكوته المزمع. هذا البرنامج يأتيكم يوم الخميس 18 يوليو تموز 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. قضايا مصيرية بين الإسلام والمسيحية، ميلاد المسيح وميلاد محمد، عنوان الحلقة ميلاد المسيح وميلاد محمد. هذا البرنامج يأتيكم الخميس 18 يوليو تموز 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. البرنامج اللي بعده المرأة وأحكام القرآن، عنوان الحلقة أسلمت الأرحام. هذا البرنامج يأتيكم يوم الجمعة 19 يوليو تموز 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. برنامج أيضا ما بين الشريعة والنعمة اللي هو برنامجي هل التزم رسول الإسلام بوصايا الله، راح نتكلم عن الوصايا العشرة وكسرهم في القرآن والسنة. هذا البرنامج يأتيكم يوم الجمعة 19 يوليو تموز 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أيضا. لدعم قناة الآرامية، هذا أيضا ويب سايت أمامكم www.abngive.com، هذا موقع الدعم. أي شخص الرب يثقل على قلبه يدعم خدمة قناة الآرامية لكي توصل إلى نفوس كثيرة تبحث عن الرب يسوع المسيح والمساهمة في إيصال الرسالة. رسالة للرب يسوع المسيح مجانية، ولكن المساهمة في هذه الرسالة، لأن إيصال الرسالة مكلف. قناة الآرامية تعمل جاهدة الليل والنهار لإيصال رسالة الرب يسوع المسيح، ومحتاجة فعلة في هذا الحقل. هذا الحقل محتاج إلى فعلة لكي الرسالة توصل. فممكن تدعم هذه الخدمة بأي تبرع الرب يضعه على قلبك، في طريقة تبرع شهري، في طريقة أيضا تبرع أسبوعي، في طريقة تبرع مرة واحدة، في أيضا تبرع سنوي. ممكن 10 دولار 5 دولار 20 دولار حد ما الرب يعطيك يعني. ادخل على هذا الموقع تجد كل التفاصيل والمعلومات موجودة اللي أمامك. صور الشاشة الآن وخلي هاي الصورة عندك. اليوم ممكن ما تدعم، بس ممكن بكرة ربي يكلمك أو بعد بكرة ربي يكلمك لكي تدعم هذه الخدمة، لأن هذه خدمة عريقة من 19 سنة مع أكثر من 250 خادم، أكثر تقريبا بالآرامية من كل اللغات طبعا، ب14 لغة توصل رسالة الرب يسوع المسيح. فهذه الخدمة لها تكلفة عالية جدا. إذا دخلت الموقع وما استطعت تتبرع لأي سبب من الأسباب، رقم التليفون أمامك من خلال الواتساب أو من خلال الاتصال العادي، هذا الرقم اللي يطلع أمامك على الشاشة، اتصل بقناة الآرامية واطلب منهم توضيح أكثر، يوضحوا لك ويتواصلون معك. والرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة. كبسوا لنا حبايب على الشاشة واستمروا بالتكبيس رجاءا، وصلونا 100,000 قبل انتهاء الحلقة. تفضل استاذ حسين مايك معك. الآن دقيقة. اوكي. تفضل عقب لي الكريم على يعني هذه النقاط اللي طرحناها في القرآن. القرآن ما بي منطق، منطق أعوج، منطق بدوي بشري كان يتكلم مع البشر. الناس غير مشغولة بالبحث في زمن محمد. محمد في زمنه الناس كانت الحياة بطيئة جدا، ما كانوا ناس مثقفين إلا المثقفين ما قبلوا محمد، كانوا كم عدد قليلين جدا ما ثقفوا ما قبلوا محمد، مثل النذر بن الحارث اللي هو رفض محمد. عندك شو ذاك الثاني، أبي بن كعب رفض محمد، أبو الحكم رفض محمد، عندك في كم شخصية اللي حتى من اليهود أيضا رفضوا محمد.
ذولي كانوا المفكرين، كعب الأشرف أيضا اللي هو يهودي أيضا رفض محمد، ذولي كانوا اللي هم ناس مثقفين لما جاءهم محمد، اللي آمنوا بمحمد هم الضعفاء، الضعفاء والفقراء، وهذا حديث صحيح يقول هذا، ما معك إلا أراذل الناس وضعفاءهم. يعني هذا السبب ما كانت طريقة البحث كانت صعبة جدا أن واحد يجد أي شيء، فمحمد كان يقول أي كلام، الناس ما تلتفت لكلامه، يقولوا له آمين وخلاص فكنا شرك، آمين فكنا شرك. ناس ملتهي بالحقول والدور والزراعة والحيوانات، والعرب ما كان عندهم سيارات لا طيارات لا جواز سفر لا انترنت لا موبايلات، فأمين وخلاص أمين وخلاص وفكنا وسكت عنا. هذه الأمور الآن عندما وصل لعلم الحديث وتشوف منطق القرآن بالفعل، هل هذا كلام الله؟ هل هذا كلام الله؟ لا، من كل النواحي لا. كل حلقة اللي نفتحها نجيب بها غناب والموغوتة. No. كيف الله يتكلم هذا المنطق؟ إذا أرسلنا عليهم كسف من السماء ما يصدقون هذا مطر. الكسف شون مطر شو؟ ترى نزعين جبال من حديد، هو لو طاح يصير تراب بعد، لا يقول ولا أقول لك، ينتهي ينمح من الأرض. يمتى صار حي وراح قال لك هذه حجارة أو هذا مطر؟ فهذا مش منطق، منطق أعوج. فمحمد يتكلم مع ناس مش عارفين الكسف شنو ومتى تسقط وكيف تسقط ومتى سقطت، وهذه قالوا له انت نزل علينا كسف كما زعمت، انزل عليهم كسف، محمد زعم ينزل كسف من السماء، قالوا له انزل علينا كسف كما زعمت، قالوا لا ما مش فاضي ما بقدر يعني. فكان يكذب على الناس والناس صدق، والسيف والاموال والنساء لعب دور كبير جدا. الناس اللي بصف محمد نساء واموال، والناس اللي بعيدين ما هم بصف محمد بس مسلمين وخلاص، دول السيف فوق رغابهم، لأن اللي ياخذ فلوس واللي ياخذ نسوان عنده سيف مسلط على الفقراء، لأن كل الصحابة كل واحد منهم قائد شعبة أو قائد فيلق مثل ما تقول اليوم بالمنطق الحالي. أبو بكر قائد الجناح الأيمن، علي قائد الجناح الأيسر، تخيل عنده جيش، يعني أكو واحد يقدر يقول محمد غلط يذبحونه، هم مستفادين، نسوان عندهم واموال عندهم ودور عندهم، وذول السراق الحراميه الغطاء طرق. محمد اختار اربع صحابه، دول الاربعه كلهم صاحين بدنيا، صاحين بدنيا كلهم عندهم لياقه بدنيه عاليه مثل علي وابو بكر وغيره، هم ليش كانوا غطاين طرق؟ فمحمد استخدمهم. هل قال لهم توبوا عن الشيء تعملونه؟ قالوا لا ما يحتاج تتوبوا، انتم على شغلتكم، نفس الشغلة نشتغلها وراح نزود بالشغلة، بس اسمحوا لي غير الاسم، يعني عيب قطاع طرق. ها قال نسميه الفي والغنائم، الفي والغنائم نسميه، ما نقول قطاع طرق، تقريبا قطاع طرق حرام، بس نغير الاسم، غيروا بس الأسماء. الزنا ما ينفع نقول دين وزنا، نسميه ملك اليمين، أغير لكم الاسم يعني. وهم مشوا على الناس يوفون بيدهم ملك اليمين ومش زنا وهذا ملك اليمين، وانت لازم تسكت وانت لازم تقبل، وهذا المشكلة. فالإسلام لا بمنطق لا بعقلانية لا بأي شيء. المسلم اللي مولود مسلم يعني في عائلة مسلمة اللي مش عارف أي شيء بالإسلام يخاف اليوم، حد هاي اللحظة يخاف، حد هاي اللحظة لو ضربوك بحد الردة تقتل انت بالشارع، دمك هدر على فكرة، حتى لو مسلمين ما يقتلونك أو الحاكم الشرعي ما بيقتلك أنت مهدد تطلع بالشارع. وهذا يعني استعملها عبد الله رشدي كم مرة مع المناظرات مع الناس اللي موجودين معه، كم مرة، واستخدمها سالم عبد الجليل مع سيد الغمني، يستخدمونها بطريقة ملوية. هو كل الحوار معه بالله، هو خسران الحوار، عبد الله رشدي خسر الحوار، ذاك الثاني خسر الحوار، لا يتكلم مع واحد علماني رجل عقلاني بالعقل يتكلم، كيف العقل هكذا؟ كيف بنت تحمل 4 سنين؟ هل في حمل بالدين 4 سنين؟ هل فيها بالعالم امرأة تحمل 4 سنين؟ قال الدين يقول كذا، انت ما تصدق الدين؟ ما يقدر يتكلم، بس يقول لا، يقول اذا انت كافر، انت ما تصدق ربنا او انت بتكذب رسولنا؟ هذا بيقول ايه؟ قال لا لا، هو مش منطق. قال اوكي تتكذب الرسول؟ هو يلج عليه، تتكذب الرسول؟ يا يا بس قال نعم، قال اذا انت كافر، هو ما يقتل بالاستديو، بس شو معنى انت كافر؟ اذا انت دمك هدر، بس تطلع برا يقتلونك في المسلمين، مثل ما قلت له فرج فوده وغيره. هاي الامراه نواس سعداوي لما تكلم معاه قال نص قراني هذا، ربنا قال كذا، انت ما مصدق ربنا؟
كل ساعة وسألها تماما، قلت له شو لك دعوة بي أنا بتكلم معه، قال لا جاوبيني تستدين ربنا ولا لا. أي لو قالت لا لا قال عندنا أنت كافر. فالتكفير هو بنزين الإرهاب. حتى اليوم المسلم يخاف يفكر أصلا. وصلونا 100,000 تكبيس يا شباب، عددنا كبير. حملة تكبيس كريم. نأتي إلى سورة النحل 106، يقول هذه الآية فضيحة منطقية. ولقد نعلم. ارفع ايدك إذا تحب تشارك ارفع ايدك، بس خلينا نكون محترمين شوي تفضل. يقول لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني يقول هذا القرآن دا يتهمون محمد، كل التفاصيل تقول هذا، إنهم دا يتهمون محمد أن يعلمون بشر. فالقرآن يقول القرآن عربي، بينما ذول البشر اللي تقولون يعلمون محمد هم أعاجم. أولا هذا منطق غير سليم، حتى لو كانوا أعاجم ممكن يعرفون لغة عربي، وممكن أنت تعرف لغتهم، أو ممكن تستعين المترجم فتتعلم منه أدهم. والثلاثة موجودين على فكرة، الرسول يعرف لغتهم ومترجم موجود كمان. نعم 100%. طيب هذا منطق أعوج. طيب أنت كيف تقول أنهم عايشين هم بجزيرة العرب أصلا؟ يعني هم عايشين بجزيرة العرب وأنت عايش معاهم وتدخل وتطبع عليهم، معنى أنت تفهم لغتهم. وحتى لو، لكن الرد غير منطقي، خارج المنطق. يعني ده يقول أنه لسان، أنتم اللي ده تتهمون يعلمني، ده تتهمون يعلموني ذولا أعاجم وهذا القرآن عربي. طيب وإذا أعاجم أنت تعرف لغتهم تتعلم القصة وتكتبها بطريقتك، أو هم يعرفون لغتك عربي أو مترجم، المفروض الرد المنطقي يكذبهم فقط، يقول كذبوا بل يعلمه الله. هذا رد منطقي لو مو منطقي يا كريم؟ إيه هيك يكون نفي تام. نفي تام. هو نفى اللغة بس ولم ينفى التعليم. يا برافو عليك. كريم ما لاحظ الشغلة، قالوا ساحر، قال ما هو بساحر. قالوا مجنون، قال ما هو بصاحبك بمجنون. قالوا كاهن، قال ما هو بقول كاهن. لما قال يعلموا بشر ما نكر. ليش؟ يعني بالفعل علم رجب الكازروني اللي هو سموه سلمان الفارسي. ما نكر أنه بشر يعلموه. لماذا؟ طيب أنت كيف تقول تريد تنفي تقول لي من خلال اللغة هذا أعاجم وأنا القرآن عربي؟ طيب وإذا أعاجم ممكن يعرفون عربي أو أنت تعرف لغتهم أو تستعينهم مترجم، انتهى الموضوع. طيب رد، يعني ما هو المنطق بالقرآن؟ ما هو المنطق بالقرآن؟ يعني مثلا شي يقول لك يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تقول إبراهيم لا يهودي ولا نصراني، لماذا؟ لأن يعني التوراة والإنجيل نزلت بعد إبراهيم. طيب القرآن أيضا نزل بعد التوراة والإنجيل وبعد إبراهيم، كيف سويته مسلم؟ بنفس المنطق تموت تقول أفلا تعقلون، يعني تريد تستخدم العقل. عجبتني هاي الفكرة. شلونك كريم؟ عجبتني هاي الفكرة. تفضل اشرحها أنت. تفضل. إبراهيم ما كان يهودي لأن التوراة نزلت بعد إبراهيم. إبراهيم ما كان مسيحي لأن التوراة نزلت، لأن الإنجيل نزل بعد إبراهيم. بس ابراهيم كان مسلم، معنا نعلم ان القران نزل بعد ابراهيم. اوه متاكدين القران نزل بعده، بس هو مسلم، كان مسلم على ايش؟ يعني مسلم بدون قران وبدون محمد. هي الايه تقول ابراهيم ما كان يهودي، ليه؟ هي السبب، لان التوراه نزلت بعد ابراهيم، يعني ابراهيم كان موجود قبل التوراه، فهو كيف يكون يهودي بدون توراه؟ مش ممكن. طيب إبراهيم ما كان نصراني، ليه ما كان نصراني يا سيدي؟ لأنه كان موجود قبل الإنجيل، الإنجيل فيما بعد يعني نزل حسب الرأي الإسلام. أوك، بس هو كان مسلم، مع أننا نعلم أنه جاء قبل القرآن بثلاث آلاف سنة. سيزون كان مسلما. أها نفس الشيء كارث. طيب
هنا يقول كريم هو على خير. نعم. في نقطة أخرى، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، ما ظننتم أن يخرج. أهل الكتاب يؤمنون بالله لو ما يؤمنون، هم سموا أهل الكتاب، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أكو واحد يؤمن بالله يظن أنه بيته يحميه من الله؟ لا، والله شلون يهم بيته يعني. وكل شيء، كل شيء عند بين يدي الله. اليوم يعني الله مسلم أمر الله، كل شيء بين يدي الله. يعني أكو واحد يقول إذا لبت بالحصن مالتي الله ما راح يقدر لي؟ أكو واحد هيك بالعقل يقول؟ المشكلة كريم، لو قال يعني هسه هو لو قال قالوا ما إن حصونهم ستمنعهم من الله، هسه تقول الحكة وحكاية استهزاء صح؟ مثلا بس هو أحسن، بس هو يقول ظنوا، تعرف شنو كريم؟ ظنوا يعني اعتقدوا. يعني كيف هو يؤمن بالله ويعتقد إنه الحصن مالته يحميه من الله؟ شنو هالمنطق السخيف؟ منطق نصر الدين هذا. يلا حبايب، تكبيس تكبيس تكبيس، ما ظل شي. وصلنا. ايد وحدة اخواني. ايد وحدة يا اخو، بثنا احنا، انا وحسين بثنا دائما المعروف يعني فوق 100 نوصل. فانا عارف التكبيسات بالارامية غلت هذا الاسبوع. يلا يا شباب تكبيس. يعني فبثنا لا ينزل، احنا لا ينزل على 100 رجعا. كارثة. كارثة. طيب يقول القرآن الله على كل شيء قدير، صح كريم؟ يقول الله بديع السماوات والأرض، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحب، شغير هو على كل شيء قدير. هو ما عنده ولد عشان مش متزوج يعني، شغير هو على كل شيء قدير. طيب لو تزوج يصير عنده ولد؟ اي خلاص زين، هو ذا على كل شيء قدير، يقدر يكون عنده ولد بدون صاحبه لو ما يقدر؟ المفروض يقدر، يقدر يتبنى ولد او يقدر بس هو قال كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبه؟ يعني هو يسأل متعجب كيف. شوف التناقض، ويرجع مره ثانيه يناقض نفسه كريم. ايش قال؟ قال لو اراد الله ان يتخذ ولد لاصطفى من عباده. ايوه، انت مو قلت ما يقدر يسوي ابنه؟ انت مو قلت ما يقدر الا بزوجه بصاحبه؟ طيب هو قال لا، يقدر أفضل من المسيح لكي يصطفيه؟ ما هو اصطفى مريم. أكو أفضل من المسيح إسلاميا ومسيحيا ويهوديا لكي يصطفيه؟ لا يوجد، ما بالإسلام كمان لا يوجد. إذن شو المانع المسيح ابن الله؟ هم يسمونه ولد الله، ولد الله طبعا غلط لغويا، مسيح الله. شو المانع؟ زين خير الله عنده حلقة أن الرسول محمد كان أفضل من عيسى، كيف؟ ما أعرف والله، ما شفت الحلقة، شفت العنوان ضحكت وطلعت. يعني عيسى إسلامي حملنا دعوة به، بس شلون يكون أفضل من عيسى أصلا؟ من أي جهة؟ ما نعرف. هذا قتل وذاك ما يقتل، هذا مات وهذا حي، ذاك ما يعلم الغيب وهذا يعلم الغيب، ذاك ما يقدر يسوي معجزات وهذا كان يخلق، مو بس معجزات حدث ولا حرج، كان يخلق كمان. شلون يكون هذا بظلمنا؟ ما بعرف المنطق اللي جايبيه شو هو. يلا يعني ما اعرف منطق القرآن، كيف تقول على كل شيء على كل شيء غدير، وبعدين يقول لك ما يصير عنده ولد ما عنده صاحبه؟ هاي شلون نشوف المنطق القرآن؟ وفي آية قرآنية يقول لك لو أراد الله أن يتخذ لهوا اللي هي زوجة اتخذنا من لدنا، يعني من الجنة. يعني ممكن ناخذ زوجة من الجنة لو ردنا ناخذ. طيب ومريم بنت عمران هي سيدة نساء الجنة. مريم بنت عمران اللي ينكحها محمد، الله ما يقرب لها. اي قالها بالجنة. اي الله ما يقرب بالجنة. احدى النساء اللي تتزوج رسولنا محمد هي مريم. نعم.
تخيل. أنا أسأل محمد أرنا الله جهرة حتى يلا يا محمد تخيل السخافة وين وصلت به. ميت ورد يتزوج هو ميت ولك تحي ما شبعت كمان ميت توعد نفسك انك تتزوج ومريم بنت عمران. طبعا احنا مريم بنت عمران ما نعرف ولا نؤمن بها ما نعرفها بس ايش تتزوجها كمان وانت ميت؟ ايش قد نرجسي هذا؟ خاف احد يقول له ما عذره. اه صدقيني في حديث صحيح هيك يقول ايه اه في حديث صحيح يقول ان احدى نساء اهل الجنه اللي تزوجها رسولنا هي مريم. مريم قال راح تتزوجها كارثة هذا الدين. حوريات ما يكفلناك 72 على فكرة مش 72 72 المسلم العادي الرسول تقريبا 19600 حسبناهم لكل امرأة تدخل الجنة مع الرسول 70 حورية فالنساء مؤمنات سنة دخلوا الجنة كل واحد يعطونها 70 إلها شو يسوي من الرسول ذا فهو 19600 حورية ياخذ الرسول كلها ما تكفيك ده حاط عينك على مريم كمان شيء طيب. حور عين يعني قال لك مش عرضية ومخلوقة من زعفران وريحتها ما بعرف ايش المسك والعنبر شباب حملة تكبيس وصلنا 100000 روايات عليها يعني وصلنا 100000 حملة تكبيس شباب يعني هاي كلها ما فادتك الا تاخذ مريم فوقهم كمان كريم وذنون اذ ظن ان لن نقدر عليه اكو نبي بشرفك يظن الله ما يقدر له يا اكو نبي يظن انه الله ما يقدر له طيب شو نبي الله هو مو نبي الله شلون يكون الله ما يقدر له هذا يقول هو ظن الله ما يقدر له كيف يعني مرسل من الله شلون الله ما يقدر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده الذي يحسب ماله أخلده بشرفك اكو واحد يظن انه فلوسه تخليه ما يموت مو كل البشر يعرفون انهم يجي يوم يموتون ما اجدادهم اولاده اولاد اجدادهم ماتوا كلهم هذا يريد الفلوس ينفقونها في سبيل الله للخمس لله والرسول يعني ادفعوا ادفعوا هاي الحكايه هو يريد مدفع فلوسه وخلاص اعتقد معانا السيد النمر خلينا ناخذ اتصال هو اتصال هذا يكون عندنا خلينا نسمع مداخلتكم السيد النمر حبيب اخوي السيد نمر كيف حالك؟ سلام المسيح اخونا الحبيب الكريم و حسين رسالك يا سيد نمر غبي بالك تكلم على منطق القران اليوم حلقه فيها مفاجات كثيره يعني عارف اخونا الحبيب كريم صراحه انتم اختياركم للمواضيع كلها احسن من بعضها فربنا يبارككم وطبعا من ضمن المنطق اللي الله منطق في القران ان هو لا يعطيني قصه ادبيه متكامله بحيث اني انا يكون في ترتيب للأفكار في ذهني من جهة الغرض من هذا الكتاب وإني أنا أكون مطلع على فصوله يعني مثلا إحنا لما نشوف في الكتاب المقدس كتاب يعتبر برضو كتاب أدبي يعني تقدر إنك أنت تعرف الكتاب ده إيه الغرض من كتابته وإيه الهدف من كتابته وهو كتب ليه وإيه التعليم اللي بيحتويه وإيه العناصر الأساسية اللي بيركز عليها لكن ده لا يصلح أصلا أن هو يكون القرآن على الأقل كقصة أدبية متماسكة نستطيع أن احنا نستفاد منها وده مش منطق أصلا لا يمكن أنه يكون بأي حال من الأحوال منطق يعني مثلا ممكن تتلاقي في نفس الصفحة لو أنت فتحت أي صفحة بطريقة يعني حجر النرد يعني بطريقة الصدفة كده هتلاقي في نفس الصفحة يكلمك عن المؤمنين وعن الكافرين وعن موسى وعن نوح وعن إبراهيم وعن زوجات النبي ويرجع تاني الذين كفروا ويرجع لأبو لهب كل ده في نفس الصفحة الواحدة تحس إن هو في تشتت في الأفكار فين المنطق اللي فينا إن أنت بتبني لي حاجة بناء كامل عشان في النهاية أنا أطلع بفايدة أو بعبرة أعرف أنت إيه اللي أنت كتبته لي إن يبني حياتي من جوه تمام خليني اقول لك شغله حلوه من ايه 230 في سوره البقره سجل عندك من ايه 230 وانت نازل 10 ايات تحت يعني توصل حد 240 من 230 حد 240 تكلم على الطلاق كلها على الطلاق صياغ واحد اذا طلق امراته واذا مش عارف مين اذا مش عارف مين في ايتين تجي بعد ال 240 تكلم على الصلاه يعني المفروض خلص الطلاق يتكلم على الصلاه اوكي عادي
تكلم على الصلاة، من بعد الآيتين يرجع يكمل على الطلاق. فالآيتين بالوسط يشتتون الغارق من تغلام، انت مش عارف تتكلم على طلاق وان طلقها والمطلقات ومش عارف مين والطلاق والطلاق مرتين والثالثة مش عارف محله، وبعدين يقول لك إذا صليت وهكذا صلوا، وإذا صليت مرة ثانية بالحرب هكذا صلوا، وبعدين إذا طلق زوجته. طيب شتموه كنا الطلاق نكمل وبعدين ننتقل للشيء الثاني. انت حطيت آيتين بالوسط ليس لهم ربط بالقصة، دول الآيتين بيشتتون الغارق. فالكتاب ليس، القرآن ليس كتاب جيد من ناحية القراءة. هل هو كتاب جيد تقرأ تفهم من القصص؟ أبدا إطلاقا. صحيح. كمان أخونا كريم مثلا لو نبص مثلا على آية النجوى، يعني أنت حطتها لي بدون ما استفاد منها، طب إيه العبرة منك أنت تحطها لي بدون أن أنا استفاد منها؟ يعني حطت لي آية النجوى، يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، وبعدين رجعت قلت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم. طب أنت بتحطها لي ليه؟ أنت يعني أنت بتحطها لي مثلا حشو؟ يعني هل ده منطق أن أنت تحط لي كلام حشو أنا مش هستفاد بيه ولا هينفع أن أنا أطبقه على حياتي عملية؟ يعني ده حكي لمجرد الحكي، لكن ده مش منطق. يعني أن المفروض أن المنطق أني أنا بستفاد منه عشان يعود على حياتي بالفايدة. طيب كمان لما نيجي مثلا لحاجة تانية، مثلا في الآية القرآنية اللي بتقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين، دي مش منطق إنها تتحط في قرآن نفسه. ليه؟ لأن المفروض إن محمد نبي الإسلام يعني راجل يعني بيتمتع بأخلاق رفيعة، يعني بحسب يعني التصور القرآني يعني أو هالة القدسية اللي هي محطوطة حواليه، تمام؟ وبالتالي يعني هو يعتبر أعظم شخصية إسلامية وليه نصيب الأسد من النساء. طيب إن كان محمد نبي الإسلام ما طلبش من ربه ولا طلب إن هو يزيد لي عدد النساء، فهل من المنطق إن الرب يكون بيفكر في سعادته الجنسية وهو عنده نصيب الأسد من النساء؟ يعني ده سؤال بيفرض نفسه. فين المنطق هنا إن الله نفسه يفكر في سعادته الجنسية في حين إنك لو سألت أي مسلم يقولك لا، محمد نبي الإسلام كان راجل ورع ومش أبداً أبداً مش بيفكر في الجنس ولا كان بيهتم، ده كان راجل مهتم بالدعوة وبالأمور دي كلها. يبقى اللي بينفيه المسلم إله الإسلام نفسه بيأكده أنه هو في حاجة إلى هذا الكم من الإغراء الجنسي، يعني بأنه هو أن لو في امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح، فين المنطق اللي في كده؟ لو كان النبي طلب بنفسه كنا قلنا ماشي، لكن النبي ما طلبش اصلا ان امرأة يستنكح، ففين المنطق برضو اللي في الجزئيه اللي زي دي؟ شكرا ليك واسيب المجال لحضرتك الاخ حسين. شكرا جزيلا اخويا سيد النمر، احنا حلقتنا وشكت على الانتهاء. اخ حسين اعطيني اخر رساله لك وحبايبي، مع رسالتك حسين تكبيس رجاء نوصل الهدف 100، يعني 100,000 تكبيسه. تفضل حسين. وانا اخواتي حسب النقاط التي طرحناها الان وغيرها العشرات من آيات القرآن التي تثبت لكم أنه هذا الكتاب لا منطق فيه وحججه واهية وضعيفة وبإمكان تفنيدها بأي عقل سليم وأي عقل بحجة وأي عقل يفكر بمنطق يستطيع أن يضرب هذا الدين ويقضي عليه، ليس أمامكم فقط أن تفكروا وتستوعبوا الأطروحات وتفكروا فيها وتعلموا أن هذا الدين ليس من عند الله، وهذا الكتاب محال أن يكون من الله وهو يحمل هذه الأخطاء الكثيرة. تحية لكم وشكرا أخوان وأخواتي، والرب يبارك حياتكم. أتمنى تكبيساتكم البسيطة وصلونا لمائة ألف. شكرا أخوي حسين. أخوي سيد النمر إذا عندك رسالة أخيرة للمشاهدين، لأن آسفين إحنا انتجت شوي متأخر. أنا صدقني كان عندي خدمة، لكن أنا دايما بكون بحب أتواجد معكم، لكن بالأمانة أنا خلصت الخدمة وبصيت لقيت أن أنتم فاتحين يعني، فقلت أدخل أشوف لو في أسمعكم وأتعلم منكم يعني. الرب يبارك وخدمكم. فطبعا الكلمة الأخيرة إحنا حابين نقولها أخواتنا الغاليين، من هو حكيم فهو حكيم لنفسه. تجرد من العاطفة وتجرد من اللي أنت يعني أن أنت يكون عندك أحكام مسبقة، اتجرد من هذه الفكرة، تخلص منها، افتم نفسك عن أي أفكار تحول عن الوصول للحقيقة. سيبك من العواطف وعيش حياة التجرد وقول له يا رب أنا عايز ما يكونش ليا
يعني ميول معينة أو هوى شخصي في شيء معين، أنا ببحث عنك أنت، أنا عايزك أنت، أنا عايز يكون لي علاقة بيك أنت، ممكن تكشف لي عن ذاتك، ممكن يا رب أعرفك، ممكن يكون لي علاقة أبدية بيك يا رب، وإني أنا أتلامس معاك، ممكن تعلن ذاتك لي يا رب. أنا مش بدور على دين ولا بدور على طائفة، لكن أكيد أنت بتحط في حياتي إشارات زي الأخ كريم والأخ حسين وقناة الأرامية والناس اللي بيتعبوا بمجهود جبار من أجل أن هم يوصلوا لك الصوت. خد الكلام ده وابحث وراهم بأمان وشوف إلى أي مدى هم صادقين، مش هتخسر حاجة، ولو هم كاذبين برضو أنت مش هتخسر حاجة، بس على الأقل تكون كونت صورة، ومع تواضع قلبك وانكسار قلبك الرب للمتضعين ومنكسري القلوب، والناس اللي هي قلوبها نقية الله بيعلن ذاته ليها. الله ليس عن كل واحد منا ببعيد، المهم ان انت من قلبك تكون مخلص في انك انت تبحث عن الحقيقة لخير نفسك، لان الحياة مش هتعيشها مرتين، هي فرصة واحدة بس، فماذا ينتفع لو ربح الانسان العالم كله وخسر نفسه؟ لازم انك انت تبحث عن خلاص نفسك، وانك انت لازم تعرف ان الاله اللي حبك ليه خطة عظيمة لحياتك. لو الطريق اللي انت ماشي فيه ما فيهوش خطة عظيمة انقاذك وما فيهاش ليك ضمان او امان من دلوقتي، فانت في الطريق الغلط وفي السكر الغلط. فربنا يبارككم وشكرا لكم على اتاحة الفرصة. شكرا جزيلا اخويا سيد النمر، واشكرك اخويا حسين، واشكركم ايضا اعزائي المشاهدين. الرب يبارك حياتكم ويعطيكم الصحة والسلامة، وانتظرونا في حلقة قادمة مع برنامج قناة الأرامية. اترككم بسلام، سلام المسيح يكون معكم جميعاً.